السلام عليكم شباب، ازيكم؟ ربكم بخير ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن الووتر تريتمنت. ايه اللي هناخده في الووتر تريتمنت؟ تعالوا نشوف. هندي اول حاجه انترودكشن عن استخدامات الووتر في الصناعه، يعني هنشوف المياه ليه بتبقى موجوده في الصناعه يعني. بعد كده هنتكلم عن سورسز اوف ووتر، مصادر المياه. بعد كده سورسز اوف امبيورتيز اوف ووتر، اللي هي يعني مصادر وجود الملوثات في المياه او الامبيورتيز في المياه. بعد كده نيتشر اوف امبيورتيز، طبيعة الملوثات دي بتتقسم ازاي يعني. طبعا هيبقى ليها طبيعة او تقسيمة هنشوفها كده مع بعض ان شاء الله. بعد كده هنتكلم عن الووتر تريتمنت ميثودز. خلاص بعد كده هنتكلم عن ايه؟ البويلرز. طيب نبدأ بقى أول حاجة كده اللي هي الاندستريال يوزز اوف ووتر، استخدامات المياه في الصناعة. خلاص بيقول لي المياه بتستخدم في الصناعة في 3 حاجات. أول حاجة كبروسس ووتر، ككولينج ووتر، كبويلر فيد ووتر. يعني ايه الكلام ده؟ بروسس ووتر دي يا جماعه ان الميه داخله في التصنيع اصلا، زي عندك العصاير، الالبان، الكلام ده كله لازم وجود ميه. خلاص الميه داخله معايا في ايه؟ في عمليه التصنيع، تمام؟ يعني جزء من البرودكت بتاعي، ده اللي نقصده يعني. كولينج ووتر، استخدام الميه بيكون في التبريد بس. خلاص يعني انت مجرد بس بتعمل عمليه ايه يا جماعه؟ التبريد. حاجه مثلا عندك ماده داخله هتبرد، طالعه سخنه مثلا من عمليه الانتاج، وتبردها قبل ما تخزنها. مثلا التفاعل بيتم عند درجه حراره قليله، فانت بتدخل، عايز تبرد التفاعل ده، فبتدخل كولينج ووتر، وهكذا يعني. خلاص يا اما حاجه اسمها بويلر فيد ووتر. بويلر فيد ووتر دي يا جماعه انت خلي بالك في المصنع من ضمن الحاجات اللي بتحتاجها، بتحتاج بخار. خلاص ليه بحتاج بخار؟ عشان عمليه التسخين. طب هجيب بخار منين؟ بتجيب ميه خلاص وتدخلها على بويلر غلايه، يعني اقرب مثال للغلايه عندنا يا جماعه اللي هو براد الشاي. خلاص بتجيب ميه وتدخلها على البويلر الغلايه، بتتحول من ليكويد لفيبر، طبعا هتبقى درجه حرارته عاليه جدا. بتاخد بقى الفيبر ده خلاص تستخدمه ايه؟ في عمليات التسخين اللي انت محتاجها. خلاص ده كده استخدامات الايه؟ الميه في الصناعه. السورس اوف ووتر، مصادر وجود الميه اللي هي ايه يا جماعه؟ قال لك عندنا السي ووتر، ميه البحر. السيرفس ووتر اللي هي الريفرز والليكس، البحيرات والانهار. الجراوند ووتر، المياه الجوفيه، والرين ووتر. دي كده لو بصينا لها توزيع، خلاص توزيع الميه في الارض، اي ووتر ديستريبيوشن اون اير. طيب بص كده لو بصيت هنا اول حاجه هتلاقي بيقول لك ان الميه بتمثل 70% من الكره الارضيه، يعني 70% ميه و30% ارض. طيب بص بقى هنمسك بقى الميه اللي موجوده، ال 70% الميه دول خلي بالك بقى في منهم 97% ميه مالحه، خلاص محيطات وبحار وكده، و3% بس يا جماعه ميه عذبه. انت متخيل يعني هنا 70 30، هناخد ال 70% دول نتكلم عليهم، في 97% من ال 70% دول ميه مالحه، محيطات وايه؟ وبحار، و3% ميه عذبه. بص بقى الميه العذبه دي ذات نفسها لو خدناها قسمناها هتلاقي منها حوالي 69% اللي هي الدروج اللي موجوده على الجبال، خلاص اللي هي جبال وقطيه جليديه، و30% منها ميه جوفيه، والباقي يقول لك اشكال اخرى، خلاص مياه سطحية والكلام ده. طيب هنا المياه السطحية، خلاص المياه السطحية دي بقى اللي هي البحيرات، خلاص يعني بتبقى 87% منها بحيرات، و11% مستنقعات، و2% أنهار. يبقى شفت حضرتك بقى بتشرب منين، أو المياه اللي بتجيلنا نقدر إن احنا نشربها اللي هي إيه؟ 2% من 3% من اللي مش عارف، من 3% من 70%، متخيل؟ فيعني دي كده المايه اللي المفروض بتوصل لها احنا ايه؟ نشرب منها. خلاص طيب يعني لو عملناها بشكل تاني كده، لو عملنا التوزيع دي كده بشكل تاني، هو بيقول لك ان احنا عندنا تقريبا 70 او 71% نسبه المايه. خلاص فريش ووتر خلاص بتبقى حوالي 2.5%، خلاص زي ما قلنا الانهار والكلام ده كله يعني. الريدلي افيلابل فريش ووتر، المايه المتاحه لك بقى اللي انت تبقى فريش ووتر تستخدمها، خلاص اللي هتشرب منها والكلام ده كله، 1%. ده كده المياه المتاحه اللي العالم كله يشرب منها اللي هي كام يا جماعه؟ 1%. طيب دي كده ايه مقدمه ايه عن الووتر يعني، وايه والديستريبيوشن بتاعها على ايه؟ على سطح الارض يعني. sources of impurities in water، خلاص بيقول لي الامبيورتيز بتيجي منين؟ يعني بيقول لي impurities exist in water from the following. الامبيورتيز بتيجي في الميه، او بتكون الميه فيها impurities نتيجه الاتي من الحاجات دي: from ground، خلاص من الارض، او sewage and industrial waste. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ هي المياه اصلا انت جايب ميه مثلا، ميه من النهر او من البحر مثلا، وتعمل لها ديسالينيشن، تحليه، وبعد كده تستخدمها وات ايفر يعني. خلاص هي جايه بالملوثات اللي موجوده في المكان ده نتيجه التربه اللي موجوده في المكان، يعني النهر مثلا فيه تربه طينيه ولا الكلام ده كله، عملوا ملوثات في الايه؟ في المياه. خلاص بيقول لك سيوج،
اند اندستريال ويست. يعني ايه سيوج او اندستريال ويست يا جماعه؟ الميه خلي بالك لو تسمع كده مثلا ايه، يقول لك البيئه بتعاقب المصانع، البيئه بتعاقب المصانع، الكلام ده كله. ايوه يعني ايه البيئه بتعاقب المصانع؟ ما هي خلي بالك بص كده، انت بتستخدم مياه البحيرات والانهار دي يا جماعه بيستخدموها، يعني لازم بيقول لك المصنع عشان يبقى ناجح لازم يكون قريب من سورس الووتر. لازم ليه؟ لان لا غنى عن المياه في الصناعه يا شباب، لا غنى عن المياه في الصناعه بتتم ما بيستخدموش فيها ميه، على الاقل على الاقل تبريد وتسخين. يعني على الاقل بتستخدمها للتبريد او بتدخلها على بويلر تجيب منها ستيم تستخدمه في التسخين، تجيب منها بخار تستخدمه في التسخين. فلازم يعني بص لا غنى عنه. فالفكره في ايه؟ طب انت استخدمت المايه في التبريد تمام كده، طيب المايه اللي انت استخدمتها في التبريد دي مثلا خلاص بقى استخدمتها في المصنع والكلام ده كله، المفروض اللي انت بعد ما تستخدمها في المصنع خلاص طبعا خلي بالك بقى المصنع لو تستخدمها مثلا في التبريد في مبادل حراري مثلا بيكون مصنوع مثلا مش عارف من ايه، فممكن تنزل منه يصدي جواها، يبقى المايه اللي خارجه كده بعد ما كانت داخله من نهر نضيفه مثلا خرجت جواها صدى خلاص، او حصل لها كونتامينيشن خلاص، تلوث باي حاجه موجوده في المصنع، اي مواد عضويه ولا لان الحاجات دي اللي موجوده في المصانع خلاص. فالمهم الميه اللي هتبقى خارجه من المصنع يا جماعه مش زي اللي داخله، يعني الميه اللي داخله لو داخله له ميه نهر خلاص، وانت يا سيدي عالجتها، ما انت بتقول لي ميه النهر دي بيبقى فيها حاجات برضه ملوثات، يا سيدي انا خدت ميه النهر ولا البحيره دي وعالجتها ودخلتها المصنع، تطلع بقى فيها بلاوي اكتر من اللي دخلت بيها بكتير، بيسموه الويست، بيسموها الويست ووتر حتى خلاص، المايه الملوثه يعني. فطبعا خلي بالك بيبقى فيها ملوثات خطره جدا، بتبقى فيري توكسيك، سامه جدا، زي مثلا حاجه اسمها الهيفي ميتالز. الهيفي ميتالز دي ده زي الزنك والكبر والكلام ده كله، بيبقى فيها مثلا حاجات مواد عضويه زي الاورجانيكس والفينولز، بيبقى فيها اسيتيك اسيد، كل الكلام ده يا جماعه خطر، كل الكلام ده خطر على البيئه. لو المايه دي انت خدتها رجعتها النهر او البحيره تاني كده انت عملت ووتر بوليوشن، عملت تلوث، ولو انت مثلا في حياة مائية في النهر ده ولا البحيرة دي انت كده بتدمر الحياة المائية دي، الأسماك اللي فيه والكلام ده كله بتموت خلاص كده. فانت الحل في ايه؟ الحل اللي انت المية اللي خارجة من المصنع دي خلاص اللي هي الويست ووتر دي بتعمل حاجة اسمها ويست ووتر تريتمنت، بتعالجها قبل ما ترميها في النهر. يا راجل اعالجها قبل ما ترميها في النهر؟ يعني مية انا كده كده هرميها، معالجها؟ قال لك اه، لأن المصانع بتسمح لك مثلا لو عندك حاجات اورجانيكس او فينولز او الحاجات اللي هي التوكسيك دي، البيئه بتسمح لك بنسبه معينه. يعني مثلا هتقول لك ان التوكسيك ماتيريالز اللي في المايه اللي انت هترميها في النهر دي ما تزيدش عن 1%، فانت لو منزلها مثلا 3% لا البيئه تقفل لك المصنع ده خلاص كده، هي البيئه محدده لك ايه نسب معينه فانت لازم تلتزم بيها خلاص. فالفكره اللي انت المايه دي لازم بتعالجها بقى خلاص، لازم تعالج المايه دي قبل ما ترميها ايه في النهر او البحيره تاني مره تانية. ولو ما عرفتش زي ما قلت لك ايه بتبقى فيه يعني غرامات جامده وممكن توصل لايه لقفل المصنع. السيوج اللي هو الصرف الصحي، يعني طبعا هو معروف بقى الصرف الصحي بيلوث الميه ازاي، اكيد مش محتاجين كلام في الموضوع ده كتير يعني، اكيد متفسره لوحدها خلاص. طيب فدي كده اللي هي بتبقى يعني الميه فيها الامبيورتيز دي كده نتيجه ايه؟ الاندستريال، نتيجه ان هي استخدمتها في الصناعه فاخدت الملوثات اللي موجوده في ايه؟ في الصناعه، يا إيه اما تكون من ايه؟ من الجراوندز، من الارض يعني. طيب النيتشر اوف امبيورتيز، يعني ايه طبيعه الامبيورتيز بقى يا جماعه؟ قال لك بص احنا الامبيورتيز عندنا قسمناها لاربعه خلاص، قال لك حاجه اسمها سسبندد سوليدز، سوليدز معلقه، حاجه اسمها كولويدال سوليدز خلاص، هي دي برضو يعني معلقه، بس هنشوف ايه الفرق بينها وبين السسبندد يعني خلاص. سوليبل سولت، املاح دايبه، دي سولفد جازز. طيب تعالى بقى ايه نفهم واحده واحده من دول ونركز بقى فيها. السسبندد سوليد يا جماعه بص كده، ان هو لو عندي كده دي ميه مثلا موجوده في خزان زي ده، في فيزل زي ده كده خلاص، دي كده ميه. السسبندد سوليد اللي هي بتبقى بارتكلز معلقه، بتبقى بارتكلز صغيره كده خلاص، وانت شايفها بعينك معلقه كده يعني مش بتترسب خلاص، دي كده اللي هي يا جماعه السسبندد سوليد. هو طبعا في كلمه بيقول لك كده عليهم هما الاثنين، بيقول لك ان سوليبل، غير دايبين، يعني بص اهي دي مش دايبه، دي انت شايفها بعينيك، دي حاجه انت شايفها بعينيك. يبقى احنا تقدر تقسمها بص كده، يعني تقدر تقسم الامبيورتيز دي سوليبل وان سوليبل وجازز، او سوليبل وان سوليبل وجازز، مش مشكله كده. فالان سوليبل اهي انت شايفها بعينيك، شويه تراب في الميه ولا الكلام ده كله بتلاقيه معلق كده، بتلاقي الميه متعكره خلاص، متعكره لان دول ما ترسبوش لتحت، فدي كده اللي هي السسبندد سوليدز. طب ايه الكولويدالز بقى؟ الكولويدالز يا جماعه بتبقى برضه يعني بارتكلز بس اصغر بكتير قوي 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 من السسبندد، بارتكلز صغيره جدا 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 عن السسبندد
ايوه. طب ما ليه، ما ليه يعني ما سموهمش الاتنين اسم واحد ليه بقى؟ قال لك هقول لك بقى، لان ده كده سموه سسبندد، لان ده لما بتيجي تعمله عمليه كده اسمها سيتلينج او تركيد او سيلمنتيشن، عارفين اللي هي يا جماعه، في ناس لو تشوفوا كده الكرة اللي هي مش بيوصلها ميه والكلام ده كله، بيعملوا ايه يا جماعه؟ يروحوا يجيبوا ميه بعد الفجر كده، يطلعوا بعد الفجر يجيبوا ميه من الترعه اللي عنده، ما عندوش ميه بقى في البيت، ما فيش ميه وصلوا للبيت خلاص كده. الميه دي بيجيبها يعني هو ماني الجيركل او الحاجه اللي بيجيب فيها، بتلاقي لونها بص ما يعلم بيه الا ربنا، بني يعني لون بص ما يعلم بيه الا ربنا خلاص. بيسيبوها كده خلاص، بيسيبوها مثلا لحد العصر الكلام ده كله، يعني مثلا يسيبها لحد العصر، تيجي تبص على الميه تلاقيها راقت، وتحت كده في طبقه اللي هي الايه السوداء دي كده بتنزل. يعني دي كده لما بتسيبها مع الوقت يا جماعه، ان الاصول ايه الفرق بين السسبندد والكولويدل، ان دي كده لما بتسيبها يعني ده دي في سسبندد، لو سبتها ممكن بمرور الوقت تلاقي الايه دي حصل لها ايه يا جماعه، اترسبت تحت خلاص، حصل لها سيتلنج او تركيب تحت كده، لكن دي لا هتفضل زي ما هي زي ما انت شايفه، عمر ما هيحصل لها ايه سيتلنج خلاص. يبقى الفرق بين السسبندد سوليدز والكولويدال بقى والكولويدال سوليدز، ان السسبندد سوليدز يا جماعه ممكن يحصل لها سيتلنج، ممكن تترسب هنا كده كلها خلاص، لكن دي لا. طبعا خلي بالك بقى، كل ما كانت السسبندد سوليدز دي اكبر في الحجم، كل ما هتترسب بشكل يا جماعه اسرع وبشكل اكبر. يعني في ناس مثلا تجيب الميه اللي انا بقول لك عليها دي ما تشربش منها غير عصر، في ناس تجيبها تانية ما تشربش منها غير عشاء، ايه الفرق؟ والله الناس اللي جابت العيشه دي يعني خدت وقت اكتر على ما الميه تروق او تبقى صافيه، لان البارتكلز اللي فيها اصغر فخدت وقت اكبر عشان تترسب، لكن الناس اللي شربت العصر دي اللي هو البارتكلز كانت كبيره شويه فحصل لها ايه يا جماعه؟ ترسب خلاص. ده كده الفرق بين ايه وايه يا جماعه؟ السسبندد يبقى ده كده اللي هو السسبندد سوليد خلاص، وده كده يا شباب الكولويدال سوليد خلاص. طب انت قلت لي حضرتك ان دي لو سبتها هتترسب، فبالتالي انا كده تخلصت منها، هي اترسبت في القاع خلاص، خدت انا الميه الرايقه من فوق وسبت دي مترسبه. طب دي انت بتقولي ما بتترسبش، هنتصرف فيها ازاي؟ ما ده اللي احنا ايه عايزين نشوفه. وفي تاني حاجات بتبقى سوليبل سولت، سوليبل سولت اللي هي يعني املاح دايبه في الميه خلاص، يعني مثلا لو انت حضرتك حطيت شويه ملح في الميه مش هتلاقيهم، هتلاقيهم دابوا في الميه، بس هتحس بطعم الميه بقى او بلون الميه بيتغير الكلام ده كله خلاص. دي اللي هي الايه السوليبل سولت، ما بتشوفهاش انت بقى، بتبقى دايبه خلاص، يا اما دي سولفت جاسس. طيب زي ما وريت حضرتك كده طبعا هناخدهم بقى ايه واحده واحده، نشوف ايه التريتمنت بتاعه بيتم ازاي. هناخد اول حاجه السسبندد سولت خلاص، زي ما قلت لحضرتك ان السسبندد سوليدز دي خلاص بتعملها ريموفنج بحاجه اسمها السيتلينج، بتسيبها كده لحد ايه يا جماعه ما ترقد تحت خلاص، بتسيبها كده لحد ما ايه ما تنزل تحت هي من نفسها تترسب تحت، ده اللي هو ايه يا جماعه السيتلينج. بيسموها اسم تاني عمليه اسمها سيلمنتيشن. ايه ايه الفرق بقى بين السيتلينج والسيلمنتيشن؟ تعال نشوف. بص بقى كده حضرتك معايا عشان نوضح الفرق بين السيتلينج والسيلمنتيشن. هي السيتلينج اللي انت تسيبها براحتها خالص، يعني بتجيب البارتكلز كده اهو، تجيب البارتكلز بتاعتك، ده الميه مثلا اللي فيها البارتكلز بتاعتي خلاص، السسبندد سوليدز بتاعتي اهو، اسيبها خالص براحتها لحد ايه يا جماعه ما تنزل تحت. طب هي الصناعه فيها الكلام ده؟ يعني الصناعه بقى هل تنفع تسيب الحاجه براحتك وتضيع وقتنا على الفاضي؟ لا، فهم بيحاولوا طبعا ده ايه العمليه دي تتم باسرع ما يمكن خلاص. يبقى دي كده بص خلي بالك معايا اسمها سيتلينج خلاص، ان انت بتسيب الحاجه تنزل براحتها خالص. طب ايه السيدمنتيشن دي بقى؟ قال لك بص السيدمنتيشن دي بيبقى جهاز زي اللي حضرتك شايفه هنا كده بالظبط، بتخش الميه من هنا، بيخش الفيد ووتر اللي هو فيه ايه يا جماعه فيه السسبندد سوليد. طيب بيخش خلاص يلف هنا كده، فيه زي قلاب هنا كده، فالميه اول ما تخش، عارف بص يعني بص الصدمه اللي هوريها لك دلوقتي دي كده، اه يعني ركز معايا في الصدمه اللي هتحصل كده، الميه دخلت يا جماعه، بص مره واحده هتلف، يعني هي الميه اول ما تخش جوه كده هتلاقي هتلف، فلما تلف ايه اللي بيحصل بقى يا جماعه؟ الميه لما تنزل وتلف هنا طبعا في اللي هو ده اللي هو بيلف بتاع ده، بيبقى فيه موتور هنا كده خلاص، وده الايه القلاب بتاعنا خلاص. اول ما تخش الميه هنا يا جماعه، عارف اكنك ايه، تخيل كده معايا اللي انت مثلا جبت معلقه خلاص او في خلاط شغال وبتضيف عليه ميه خلاص كده، نفس اللي هتشوفه بالظبط، ان الميه في جزء منها اول ما تخش الميه كده وتلاقي على حاجه بتلف، في جزء منها هيتنطر كده ناحية الأطراف، أو في جزء منها هيتنطر ناحية الطرف ده وجزء ناحية الطرف ده خلاص، يبقى جزء هيطلع كده وجزء تاني هيطلع كده ناحية الأطراف، وفي حاجات هتكمل تحت خلاص، يعني كأن المية هتطرطش لفوق شوية كده وفي شوية مية هيكملوا لتحت خلاص كده. طيب
ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ يعني تعال نفسر بقى ايه اللي بيحصل بالتفصيل. انت قلت لي المايه داخله فيها سوليدز، تعال نوضح لك بقى ايه على رسم بايدينا احسن ايه اللي بيحصل بالظبط في التكنيك ده. ده بيسموه الثيكنر، او بيتم فيه عمليه اسمها سيديمنتيشن. طيب بص كده يا جماعه، ده الشكل اللي عندنا هنا خلاص، يعني ده كده حاولت اجيبه هنا كده. بص ادي الفيد بتاعنا داخل، ده الفيد اهو. الفيد ده يا جماعه ما تنساش اللي هي الووتر بلس السسبندد سوليدز. خلاص طيب دخلت المايه هنا، اول ما تتقلب زي ما قلت لك في فلو هيمشي كده وفي فلو هيمشي كده. الفلو ده كله هيبقى ميه خلاص، يعني ده كله هيبقى كلير ووتر. حتى قلت لك هو اللي بيتاخد من هنا اللي هو مين يا جماعه؟ الكلير ووتر. طب حلو قوي. السسبندد سوليدز بقى يا جماعه طبعا هي دخلت المايه طلعت فوق. انت خلي بالك لما بتدخل حاجه على، يعني بتدخل فيد زي ده كده على مكان فيه تقليب، خلاص التقليب ده بيعمل بمثابه ايه يا جماعه؟ خلخله او فاكيوم كده خلاص، فبيخلي لك الحاجه الخفيفه تطلع فوق والتقيل ينزل تحت. طبعا مين الخفيف يا جماعه؟ الميه ولا السوليدز؟ لا الميه خلاص. السوليدز دي صلب سوليد، فهتحصل ايه؟ هتبقى تقيله فهتنزل تحت. طيب فبتلاقي بقى حضرتك ايه، بص الميه طلعت فوق لكن السوليدز بيحصل لها ايه يا جماعه؟ بتنزل تحت خلاص. طيب مع التقليب، طب ايه لازمه التقليب ده يا جماعه؟ اصل هقول لك في حاجه دلوقتي. خلينا نفترض ان انا عندي بارتكلز كبيره وبارتكلز متوسطه وبارتكلز ايه صغيره خلاص كده. طب احنا الميه خلاص اتفقنا الكلير ووتر طلعت من فوق، يعني كل الميه اللي انت بتاخدها من هنا دي كده سواء من هنا او من هنا دي عباره عن كلير ووتر خلاص او كلير ليكويد. السوليدز بقى موجوده هنا، يعني موجوده تحت الايه الفلو ده كده. طيب بص بقى، في بارتكلز كبيره وبارتكلز متوسطه وبارتكلز صغيره صح كده. البارتكلز الكبيره هي هتنزل من نفسها خلاص، الميديوم برضه هتنزل من نفسها والسمول هتنزل من نفسها، بس بيحتاج وقت ايه يا جماعه؟ اطول. طبعا احنا عايزين نقلل وقت في الصناعه قد ما نقدر. فالفكره هنا في ايه؟ خلي بالك هو بيحط الريك دي، يعني بيحط الريك دي كده. بص خلي بالك هو الريك دي جايه مايله مش جايه مستويه، دي بيسموها الريكس خلاص. دي جايه بص يا جماعه مايله مش جايه مستويه كده خلاص، مش جايه كده. ليه بقى؟ قال لك بص هنا دلوقتي نفترض دي كده الريك بتاعتنا، هطلعها فوق شوية، طلع الريك دي فوق شوية كده خلاص. بص اهو يعني دي كده الريك، انا طلعتها فوق شوية. البارتكلز وهي نازلة انت بتقولي ده هينزل لوحده صح؟ اه يبقى ده هينزل كده، يبقى هو مش محتاج ريك. هتقولي لا يعني ايه مش محتاج ريك؟ هقول لك اصل الصغير ده محتاج ريك. عارف ليه؟ لان الفلو لما يدخل يا جماعة اتحدف الكلير ليكويد قلنا خلاص هنا، وتفضل البارتكلز اللي هي الصغيرة. البارتكلز الصغيرة دي ممكن تشتغلك، ممكن تضحك عليك، ممكن تنزل حبة صغيرين كده وتقف. لا فبص الريك بتعمل ايه؟ طبعا بتبقى الريك دي ديزاين محسوب حسب الايه الاستخدامات بتاعه وحسب طبيعه الميه اللي داخله هنا. الريك دي بتعمل ايه يا جماعه؟ البارتكلز الصغيره دي بتستقبلها خلاص، يعني اكنها ايه بتخلي البارتكلز الصغيره دي كده تنزل عليها تستلمها. طب هي لمست، يعني البارتكلز الصغيره دي كانت واقفه خلاص او كانت نازله وعايزه تقف، لا لمست الريك. عارف لمست الريك بقى يعني ايه يا جماعه؟ يعني خلاص كده هتلاقيها نزلت. طبعا هتاخد بقى ايه؟ هتاخد الريك كده وتنزل بيه. طبعا احنا هنا عندنا بينزل هنا كده ويتجمع تحت خالص كده الايه السوليدز. طيب البارتكلز الميديم، البارتكلز الميديم مش لازم تقابلها زي الصغيره من بدء من هنا خلاص من بدري، لا ممكن تقابلها متاخر شويه. يعني بص انت قابلت البارتكلز الصغيره في المكان ده، البارتكلز اللي هي الميديم قابلتها في المكان ده. ليه؟ لان البارتكلز الصغيره بصوا يا جماعه كده، البارتكلز الصغيره نزلت يعني قعدت تنزل شوية وعايزة تقف، فأنت لازم تطلع لها الريك فوق عشان تستقبلها، عشان تخضها كده أو تضربها وتنزلها. لكن البارتكلز الميديم لا، البارتكل الميديم ممكن تنزل تحت أكتر، يعني عندها قابلية إن هي تنزل تحت أكتر. يبقى هنا البارتكلز الكبيرة عايزة تنزل تحت خالص، الميديم عايزة تنزل أقل منها شوية خلاص، الصغيرة لا دي عايزة تنزل شوية صغيرين خالص. فأنت إيه بص طلعت لها الريك لفوق عشان تستلمها خلاص وتاخدها لإيه؟ لتحت خلاص كده. طيب البارتكلز الميديم لا، البارتكلز يعني البارتكلز السمول يا جماعه عايزه تقف لحد هنا، فانا طلعت لها الريك لحد عندها. الميديم عايزه تقف لحد هنا، فانا طلعت لها برده الريك عندها. عشان كده الريك زي ما قلت لك ايه يا جماعه، ما ينفعش يكون هوريزونتال. ما انت خلي بالك بقى، تخيل الريك دي كده يا جماعه لو هوريزونتال، يعني بص ناخد البارتكل الكبيره الاول. البارتكل الكبيره طبعا عايزه تنزل اكتر واكتر، فبخلي الريك تقابلها هنا خلاص. يعني كده الكبيره دي كده الميديم خلاص، نعمل حجم شويه بس كده، ودي كده الصغيره خلاص. فانا بخلي الايه الريك تقابلها هنا. طب تخيل بقى بص كده لو انت كنت عامل الريك كده
تخيل كنت عامل الريك كده هوريزونتال، خلاص البارتكلز الكبيرة نزلت اهي هنا وقابلتها الريك، لكن عارف البارتكلز الميديوم هنا والسمول هنا، يبقى هيفضلوا دول سسبند، هيفضلوا دول عالقين، مش هتقدر ايه ترسبهم. الى جانب كمان ان عملية الميلان دي بتسهل لك تجميعة البارتكلز بتاعتك السسبند سوليد، وتقدر تاخدها من هنا ايه براحتك خلاص كده. فده كده بص ما ينفعش ده كده يا جماعة يكون هوريزونتال خلاص، لا ده لازم يبقى مايل يعني. بص كده ونرجع تاني، ده لازم يبقى مايل اهو، لازم حضرتك بص كده يستقبل ده وده وده خلاص. معلش نعملها اضمنت اهو، لازم كده بص ده الريك لازم يستقبل التلاتة، لازم يخبط في التلاتة، لان لما يخبط فيه هيقدر ينزله عليه خلاص كده. فده لازم بص يا جماعة كده لازم يخبط في ايه في التلاتة، لازم الريك يبقى مايل بحيث ان هو يخبط في ايه يا جماعة في التلات حاجات، في التلات انواع ايه، تلات انواع بارتكلز اللي عندي. طبعا هو ايه طبعا يعني حسب الرسمة يعني، بس احنا هنا بنرسم كروكي فايه تكون غلسة شوية اهو، لازم الريك تخبط في التلاتة عشان كده الريك مالها يا جماعة مايل. فهنا دي بتبقى عملية اسمها سيديمنتيشن. ايه الفرق بين السيتلينج والسيديمنتيشن؟ يعني دي كده هي يا شباب دي كده اسمها سيديمنتيشن خلاص. ايه الفرق بين السيتلينج والسيديمنتيشن؟ السيتلينج اللي انت بتسيب البارتكلز تسقط براحتها خلاص او تترسب براحتها، معانا وقتنا مش مشكلة خالص تمام كده. لكن السيديمنتيشن لا، العملية بتبقى ايه يا جماعة اسرع، عملية التركيد او الترسيب بتاع البارتكلز بيتم ايه اسرع، وبيتم من خلال جهاز اسمه الثيكنر خلاص، بيتم من جهاز اسمه ايه الثيكنر. طبعا خلي بالك انت قلت لي الميه الرايقه خدتها من فوق، والميه بقى اللي نازله هنا دي يا جماعه او الليكويد اللي اتفضل هنا بقى ايه اتجمع فيه سوليد اكتر، ما انت اكن ايه شلت ميه خلاص، فكده نسبه الميه قلت، فنسبه السوليد يحصل لها ايه زي يعني السوليوشن داخل ده يا جماعه بيسموه ثيكند ليكر او ثيكند ليكويد خلاص. ثيكند ليكر او ثيكند ليكويد يعني السوليوشن نازل ده ايه فيه سسبندد سوليد ايه كتير جدا اكتر من ايه يا جماعه من اللي كان داخل خلاص. طبعا بتبقى انت بتاخد المايه الرايقه دي وتشوف بقى هتستخدمها في ايه، تشوف هترميها بقى في المصرف الكلام ده كله. طبعا ده خلي بالك ما لسه فيه سوليد ده ما ينفعش يترمى، ده فيه بلاوي اكتر واكتر خلاص. بس هي الفكره كلها في ايه هنا يا جماعه، ممكن ده بقى ده تاخده انت، خلي بالك بقت كميه السوليدز اللي فيه اكتر، ممكن ده تاخده بقى طالما في سوليدز اكتر خلي بالك يبقى هتنزل اسرع يعني، طالما نسبه السوليدز في الميه اكتر يبقى انت كده الحجم بتاعها او كميتها كتيره تقلها كتير، فممكن ده تاخده بقى يا اما تعمل له تدخله على ثيكنر تاني، يا اما تدخله بقى على عمليه اسمها ايه يا جماعه سيتلينج. ساعتها عمليه السيتلينج هتتم بايه بوقت اكتر شويه خلاص. يبقى يا اما تاخد تدخله على ثيكنر بعد كده سيتلينج، يا اما تدخله على سيتلينج على طول على حسب بقى ايه كميه السوليدز او نسبتها او الماس فراكشن بتاعها قد ايه خلاص. وده كده يا شباب شكل الثيكنر في الصناعه خلاص. بيقول لي water is allowed to settle in large tanks called settlers so any suspended material will settle down، يعني ده كده اسمه ثيكنر او سيتلر، بس يفضل طالما في قلاب اللي احنا نسميها يا جماعه ثيكنر خلاص. ده المنظر بالظبط كده، ده منظره من جوه عشان تتخيلوا اكتر. خلي بالك الريكس مايله، بناكد برضه حته الريكس ايه مايله عشان تستقبل كل الايه السوليدز بالثلاث انواع بتوعها خلاص. وادي الميه الرايقه بتبقى ايه على السطح كده او في الاوفر فلو تمام. الحاجة التانية عندنا بقى يا جماعة من insoluble salts اللي هي الكولويدال سوليدز. انت قلت لي ان الكولويدال دي الفرق بينها وبين السسبندد ايه يا جماعة، ان الكولويدال دي بتبقى اصغر بكتير ومهما تحاول فيها مش بيحصل لها سيتلينج خلاص كده. بس معكرة المية، هتقول لي طب هي فيريفاي انت شايفها، ممكن تشوفها يعني لو انت نظرك ما شاء الله يعني، او بتلاقي عكارة في المية خلاص كده. طيب بيقول لي الكولويدال سوليدز دي ار فيري سمول سوليد بارتكلز ذات ويل نوت سيتل الون. بص استحاله استحاله يحصل لها سيتلنج لوحدها، لا بالسيديمنتيشن بقى ولا بالسيتلر ولا باي حاجه، ولا بثيكنر ولا الهواء. طب ايه الحل فيها دي؟ قال لك بيقول لك ذير فور كواجولنز ماست بي ادد تو الاو سيتلنج اوف ذيس كولويدال بارتكلز. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ بيقول لك الكواجولنت ده هي البارتكل صغيره جدا صح؟ طب البارتكل صغيره جدا جدا فيري فاين، لكن في حاجه لو انا جبت مثلا ايه 5 6 10 15 20 واحده كده جمعتهم مع بعض، مش كده يعتبر ان هو الكتله بتاعتهم بقت كبيره او حجمهم زاد؟ اه الكتله بتاعتهم كبرت او حجمهم زاد، يبقى كده خلي بالك تقدر بقى تعمل لهم ايه يا جماعه سيتلينج او سيمنتيشن. لكن البارتكل لوحدها مش هتقدر عليها خلاص، يعني البارتكل وهي لوحدها مش هتقدر تعمل لها سيتلينج ولا سيمنتيشن، لازم تجمع لك حبه حلوين كده وهيسقطوا منك خلاص. عن طريق اللي بيجمعهم كده حاجه اسمها الكواجلنت المجمع، ومثال عليه اللي هي القلم اللي هي الشبه
هي دي رمزها كده. لا والله العملية مش واضحة معايا قوي، تعال نشوف اكتر كده. بص كده، دي كده يا جماعة بتبقى مثال على الكولويدال سوليدز، بتبقى فيري فاين بارتكلز. بص زي ما حضرتك شايف كده، صغيرة جدا خلاص، ومش شرط تترص برخ خلاص، يعني مش راضي تنزل خالص، مش راضي تصعد معايا خالص. بص حطيت لها حاجة اسمها كواجيلنت اللي هو المجمع خلاص. الكواجيلنت ده لما اتحط، عارف عمل ايه يا جماعة؟ جاب كل مجموعة كده وحاوطها، جاب كل شوية كده وحاوطهم، يعني تعالى عشان تتخيل أكتر. بص كده حضرتك معايا، أهو دي الإيه، الكولويدال سوليد. طيب إحنا حطينا الكواجيلنت بتاعنا أهو، الكواجيلنت بتاعي حطيته، عارف هيعمل ايه الكواجيلنت ده يا جماعه؟ بص هيخلي البارتكلز كده بدل ما هي متنطوره، هيخلي كل شويه مع بعض كده خلاص، كل شويه هيبقوا مع بعض كده. لو حضرتك ركزت بقى، هو كل شويه مع بعض، يعني دي كده ما بقتش كتله ده لوحده، ما بقتش كتله زي ده كده كتلته لوحده، لا ده بص بقى كتله كل دول مع بعض، حجمهم زاد وكتلتهم زادت. اه ده كده يقدر يحصل له بقى ايه يا جماعه؟ يقدر يحصل له ايه؟ سيتلينج. في اي مشكله كده؟ يبقى الكواجيولنت اللي عمله ان هو جمع لك اكتر من كولويدال بارتكل مع بعض، بحيث ان زود لك حجمهم والكتله بتاعتهم، بحيث ان حضرتك تقدر تعمل لهم ايه؟ سيتلينج. ده كده اللي حصل هنا بالظبط اهو، خلاص اتجمعوا هنا كده خلاص، وبعد كده حصل لهم ايه يا جماعه؟ سيتلينج. يقول لي كده تعريف الكواجيوليشن is defined as agglomeration and settling of colloidal particles by addition of a of coagulants. خلاص agglomeration هو بتجمعهم خلاص وتزودهم وتكبرهم لحد ما تقدر تعمل لهم ايه يا جماعه؟ settling. خلاص طيب، يبقى احنا شفنا لحد دلوقتي الووتر تريتمنت ميثودز اللي احنا خدناها، شفنا السيتلينج او السيدمنتيشن دي بتريموف الكورس سسبندد سوليدز، الكورس اللي هي الكبيره خلاص، او بتشيل السسبندد سوليدز. طيب بالنسبه للفيري فاين بارتكلز او الكولويدال بارتكلز، دي بتعمل الاول ايه يا جماعه؟ بتعمل كواجيوليشن بعد كده سيدمنتيشن خلاص كده. يبقى انت بص خطوات الايه، خطوات الووتر تريتمنت، خلي بالك ممكن الميه يا جماعه يبقى فيها الاثنين خلاص. يبقى بص كده، يبقى فيها السسبندد والكولويدال، وممكن تبقى حاجه كمان اصغر من الكولويدال اللي هي بتبقى الفيري فيري فيري فاين بارتكلز. فانت بتعمل ايه؟ معالجه الميه صحيحه بقى، بص بتعمل ايه؟ بتعمل اول حاجه سيدمنتيشن او سيتلينج، ليه يا جماعه؟ عشان تشيل السسبندد سوليدز اللي هي الكورس سسبندد سوليدز، اللي هي الحاجات اللي ايه تقدر تشوفها بالعين المجرده كده وهي عالقه خلاص كده. بعد كده بتعمل ايه يا جماعه؟ بتعمل كواجيوليشن اند سيدمنتيشن عشان تشيل الكولويدال سوليدز خلاص كده. طيب الحاجات اللي بقى اللي ما اتشالتش لا ده ولا ده، قال لك بتضطر بقى تعمل لها حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ فلتريشن خلاص كده. الفلتريشن ده بيشيل بقى اي سوليدز ثانيه متبقيه. فلتريشن انت قصدك زي الفلتر اللي عندنا؟ هو بالظبط نفس الفلتر اللي عندك في البيت بالظبط خلاص. بيقول لي اتس كاريد اوت باي باسنج ووتر ثرو رابيد فلتر ميديوم ان اوردر تو ريموف اني سسبندد سوليدز اند كولويدال ماتر ريميننج. ده بقى بتعدي الميه بعد ما تخلص المرحلتين اللي فاتوا دول يا جماعه، سواء سيدمنتيشن او كواجيوليشن سيدمنتيشن، لو في اي بارتكلز غلسه ثانيه ما اتشالتش خلاص، بتشيلها بحاجه اسمها ايه يا جماعه؟ الفلتريشن. طيب الفلتريشن ده بيبقى عامل زي الفلتر اللي عندك في البيت، ده بيبقى عامل ازاي؟ بص بيبقى اقرب مثال ليه بيبقى بالمنظر كده بالظبط خلاص. بيبقى عند حضرتك كده الفلتر بيبقى عباره عن حاجه بالمنظر ده كده مخرمه خلاص. فبيحصل ايه يا جماعه؟ الفيد اللي داخل عندك، الميه اللي داخله عندك لو فيها سوليدز زي كده، السوليدز دي بتتحبس في الاخرام خلاص، السوليدز اللي عندك دي بتتحبس في الاخرام، ويعدي بقى الميه نظيفه من غير ايه. يعني دي كده بص كده مثال، دي الميه مثلا، دي البارتكلز بتاعت الميه اللي انت عايزها اللي هي نظيفه لوحدها، ودي كده البارتكلز بتاعت السوليدز خلاص كده. طيب لما بيعدي على الفلتر، طبعا الاخرام دي خلي بالك بقى، الاخرام دي لازم ايه حاجه القطر بتاعها يبقى اكيد اكيد اكبر من البارتكلز بتاعت الميه، واصغر او ايكوال او هيحشر البارتكلز اللي بتاعت مين يا جماعه؟ السوليدز خلاص كده. فانت الميه بتعدي عندك هنا، اه مش ده كده اصغر من الخرم ده كده او الفتحه دي كده، اه هيعدي، لكن ده كده لا، ده مش اصغر منه، ده اكبر منه، ما بيصير هيتحشر او ايه، او هيفضل عالق هنا كده. دي كده اللي هي عمليه ايه يا جماعه؟ الفلتريشن خلاص. طب واحد يسال سؤال يقول لك الله، طب ما احنا نستخدم فلتريشن من الاول صح، ليه ما نستخدمش فلتر من الاول؟ كنا استخدمنا فلتريشن ولا عملنا بقى سيلمنتيشن ولا عملنا بتاع ولا الكلام ده كله وريحنا دماغنا. قبل ما اجاوبك على السؤال ده كده، بص ده كده الميه عندي بتخش على مجموعه من السكرينز خلاص، مجموعه كده من الايه السكرينز خلاص او الفلترز.
الفلتر الاولاني ده بيشيل، بص ملاحظ ايه، بيشيل بارتكلز اللي هي الكبيره قوي، بعد كده بيشيل ايه الاصغر منها، بعد كده الاصغر، بعد كده الاصغر، بعد كده الاصغر خالص، بعد كده تطلع الميه ايه زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص. تمام. طيب ده كده ان انت راح ممكن تستخدم ايه، عارف بقى اللي هو الفلاتر اللي هو يقول لك مراحل، مش عارف مرحله اولى تانية تالتة، على حسب بقى ايه انت عايز تشيل، تشيل كل حاجه من الميه خالص ولا تشيل حاجات. طبعا الفلتر السبع مراحل بيشيل حاجات اكتر من خمسه، اكتر من ثلاثه، وهكذا، يعني على حسب انت حاطط بقى ايه كام فلتر او كام سكرينه كده ايه عشان تعدي عليهم الميه. طيب نرجع لسؤالنا، انا ليه ما استخدمتش الفلتريشن من الاول واشتري دماغي بقى من كل الكلام ده؟ خلاص قال لك ما في حاجه، انت لو استخدمت فلتر من الاول يا جماعه هيتسد بسرعه، البارتكلز اللي هي كبيره قوي، الكورس بارتكلز اللي اكبر من دي كده بكتير هتسده بسرعه خلاص، وهتحتاج تغيره كل شويه. طب وماله عمال غيره؟ قال لك لا، انت الفلاتر اللي بتستخدمها في الصناعه مش زي اللي في البيت عندك مثلا بيبقى اخره 200 500 جنيه يا سيدي، لا دي بتبقى فلاتر، بيبقى بتبقى البارتكلز بتاعتها بيبقى حاجه اسمها نانو فلتر خلاص، تخيل النانو خلاص اللي هو 10 مش عارف اسمها 9 ولا ايه، فبتبقى حاجات غاليه جدا، فما ينفعش اللي انت كل شويه تغيرها. انت بتقول لي الفلتر عندك بيقعد مش عارف 3 شهور في البيت وغير، لا 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 لا، ده ما ينفعش خالص في الصناعه، دي بتبقى حاجات غاليه جدا، فانت بتخليها بس بيسموها عمليه كده اسمها يا جماعه بولشنج، مجرد بس تلميع خلاص، ان انت تشيل اخر المتبقي خالص، لكن انت تستخدمها في الاول وتفضل كل شويه تحرق في فلاتر، كل ما تسد ما هتسد بسرعه بقى، كل شويه تغير فلتر، كل اسبوع ولا كل اسبوعين تغير فلتر، مستحيل خلاص، لكن دي كده بتستخدم في العمليات النهائيه خالص بحيث ان الفلتر ده يفضل عايش معاك اكتر وقت ممكن. هتقول لي يعني انا ابني اعمل ثيكنر وكواجيلنت والكلام ده كله ارخص من الفلتر؟ ده ارخص من الفلتر بمراحل خلاص، عشان كده بيعملوا العمليات دي، والحاجات المتبقيه خالص بيعملوها بايه يا جماعه؟ بالفلتريشن. طيب ده حضرتكم كده كان بالنسبه للايه، للانسوليبل سولتس. عندنا بقى حاجه اللي هي السوليبل سولتس اللي هي اللي دايبه بقى انت مش بتشوفها بقى، تحس مثلا طعم الميه او بعكرتها او كده يعني. بيقول لي for industrial uses water should not contain certain soluble salts such as calcium او magnesium. في اللي هي الاملاح المعدنيه الدايبه اللي هي زي املاح الكالسيوم والمغنيزيوم، الميه اللي هتصنف في الصناعه يا جماعه ما ينفعش يبقى فيها الاملاح دي، ما ينفعش يبقى فيها الايه، املاح الكالسيوم والمغنيزيوم. ليه؟ بيقول لي presence of these salts cause water to be known as hard water. وجود الحاجات دي كده، املاح الكالسيوم والمغنيزيوم، بيخلي الميه اسمها hard water مش soft water. اي انا كده فهمت ايه يعني، واختلاف مسميات يعني، بقى اسمها الهارد ووتر بدل السوفت ووتر يعني. لا ما قال لك، بص بقى الهارد ووتر ده ليه مشاكل في الصناعه يا جماعه، الى جانب مشاكل تانية يعني في الحياه عامه يعني. يعني مثلا هقول لك على حاجه، المايه لو فيها سوليبل سولت زي الكالسيوم والمغنيزيوم دي كده، ده مش في الصناعه بقى، في حياتنا التانية يعني، خلاص بتلاقي بتستهلك صابون اكتر خلاص، ما بتغسلش كويس مع الصابون، بتستخدم كميه صابون اكتر. طبعا خلي بالك ممكن يبقى في صناعه المنسوجات، لو انت بتغسل الجلد او المنسوجات، بتغسل طبعا الجلد او المنسوجات دول يا جماعه بصابون خلاص، فهنا بتلاقي ان انت بتستهلك كميه صابون اكتر. كمان خلي بالك في حاجه، ممكن لو الميه اللي بنستخدمها في البيوت مثلا ما اتعالجتش من الاملاح دي خلاص، بتلاقي ان هي بتعمل لو شربتها او حاجه بتلاقي بتعمل لك اضطرابات معويه وبتحصل التهابات جلديه. يعني بص يعني كل ده الاضرار اللي هي اللي بتحصل في يعني مراحل الصناعه شويه لينا احنا يعني خلاص كده. طيب الاضرار الصناعيه ايه بقى اللي ما بتستخدمش في الصناعه؟ يعني احنا شفنا استخدام ليها في الصناعه اللي هي في عمليه المنسوجات مثلا، يعني هتستهلك كميه صابون اكتر وبالتالي هتكلفني فلوس اكتر. نفس الكلام برضو دايما يا جماعه، لما بتتكلم عن الصناعه او الاقتصاد يبقى انت حضرتك بتتكلم في حته فلوس، فلوس بحته يعني خلاص كده. لو الميه يا جماعه اللي انت بتستخدمها، طبعا احنا قلنا بنستخدم المياه في الصناعه زي ما احنا شفنا، ممكن في التبريد او ممكن في الايه، في اللي انت في البويلرز خلاص، ان انت تجيب منها بخار. فلو الميه اللي هي كونتيننج الكالسيوم والمغنيزيوم سولت، او اللي هي بنسميها احنا يا جماعه الهارد ووتر، لو اللي انت لو استخدمت هارد ووتر خلاص عشان تسخن دي، عشان تحصل لها بويلنج خلاص، البويلنج بوينتس درجات الحراره بتاعت الغليان بتاعتها عاليه. يعني مثلا لو الميه العاديه بتغلي عند 100 سيلسيوس، لا الميه دي لو فيها لو الميه دي هارد هتبقى مثلا بتغلي عند 110. طب ويعني لما تغلي عند 110؟ لا تغلي عند 110 كده يبقى انت هتستهلك فيول اكتر في حرقها، مش انت بتسخن الميه دي، يبقى انت عشان تسخنها هتتكلف اكتر خلاص، تكاليف فيول اكتر، يبقى انت كده ايه صرفت اكتر وانا مش عايز اصرف. تمام. وكذلك الحال لو انت بتستخدمها في التبريد، ما انت معنى ان انت بتعمل تبريد يا جماعه ان عايز المايه دي نفسها تسخن، يعني عايز انتقال الحراره ليها يبقى كويس خلاص، تاخد الحراره هتلاقيها ما بتسحبش حراره كويس خلاص، لان الاملاح دي بتعطل ايه سحب الحراره، فبالتالي التبريد اللي انت بتعمله ما يبقاش كويس خلاص. يبقى هنا لو استخدمتها اللي انت مثلا عايزها، عايز تسخنها عشان تجيب فيبر منها او ستيم، هتكلفك حرق اكتر، يعني هتكلفني فيول عشان يديني طاقه تسخين اكتر.
خلاص يعني هتغلي عند درجه حراره اكتر، فبالتالي عايزه ايه حراره اكتر وحرق اكتر عشان ايه تغلي. لو استخدمتها في التبريد مش هتديك تبريد كويس. ده كده ايه يا جماعه في الصناعه. الى جانب الجماعه اللي هم بتوع الزراعه والكلام ده كله، لقوا ان الميه طبعا اللي بيرووا بيها، طبعا الميه بيتحط فيها اللي هي بقى المطهرات الكيميائيه والمبيدات الحشريه والكلام ده كله، لقوا ان الميه دي لو فيها يا جماعه هاردنس، لو دي هارد ووتر، المطهرات الكيميائيه والمبيدات الحشريه دي ما بتدوبش كويس ايه في الهارد ووتر ده. طيب يبقى بالتالي اللي زي ما علينا بقى اللي احنا نعمل ايه يا جماعه، نعمل ريموفال خلاص للسويبل سولتس دي، وبالتالي لما نعملها ريموفال يعني نشيل الاملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، هتبقى الميه ساعتها يا جماعه انا كده هيبقى اكني بعمل حاجه اسمها سوفتنج اوف ووتر خلاص، او سوفتنج اوف هارد ووتر، يعني بحول الهارد ووتر اللي هي شباب لسوفت ووتر. طيب تعالى نتعرف كده عن حاجه اسمها التايبس اوف ووتر هاردنس، انواع الهاردنس اللي موجوده في الميه. عندي حاجه اسمها تمبرري، احنا خلاص يا جماعه عرفنا الهاردنس ده معناه يعني هارد ووتر دي يعني فيها املاح كالسيوم ومغنيسيوم. طب ايه التقسيمه دي؟ يعني ايه انواع الهاردنس؟ خلاص يعني انواع الاملاح دي، يعني انواع الملح ذات نفسه خلاص كده. يعني انت مثلا اقول لك على حاجه، انواع الملح اللي هي ايه مثلا، انت عارف اللي هو ال NaCl اللي هو ملح الطعام ده خلاص، اللي هو الملح اللي عندك في البيت ال NaCl ده ملح كده خلاص لون ابيض. ممكن تلاقي مش عارف ملح تاني لون اصفر، ملح تاني مش عارف لونه ايه، على حسب الايه المكونات بتاعت الملح ذات نفسه. فاحنا ايه هنقسم الهاردنس دي على حسب، يعني مثلا في احنا عندك NaCl ممكن تلاقي حاجه اسمها NaCO3، ممكن تلاقي حاجه اسمها مش عارف NaSO4، كل واحد بلون، يعني كل ملح من دول بلون NaCl Na2SO4 خلاص مش عارف Na3BO4، كل ملح من دول يا جماعه ليه خواص معينه خلاص، فعلى اساسها بيتقسم يعني خلاص حسب بقى الفيزيكال بروبرتي بتاعته، الخواص بتاعته بيدوب ولا لا في الميه مش عارف ايه الكلام ده كله. فاحنا هنا الهاردنس عندنا نفس الكلام، مش احنا عندنا املاح كالسيوم ومغنيسيوم نفس القصه، في املاح كالسيوم ومغنيسيوم خلاص بتدوب مثلا في الميه، وفي املاح ثانيه مثلا ما بتدوبش خلاص كده. في مش عارف املاح مش عارف ممكن تروح بالتسخين واملاح ما تروحش بالتسخين، يعني القصد ان انت على حسب، يعني هو كالسيوم يعني هو ملح كالسيوم، هل كالسيوم بقى كلورايد، كالسيوم كربونيت، كالسيوم باي كربونيت، ما اختلاف برضو الحاجات دي هيدخلها لي في كاتيجوري ثانيه خلاص. يبقى هنا لما نقول تايبس اوف ووتر هاردنس يعني انواع الاملاح اللي هي بتاعت ايه يا جماعه، الكالسيوم والمغنيسيوم خلاص. طيب بيقول عندي حاجه اسمها تمبرري هاردنس اللي هي هاردنس مؤقت، وعندي حاجه اسمها بيرمننت هاردنس خلاص ده دائم. طيب تعالى نعرف واحده واحده كده، نقرا الكلام مع حضرتك عشان حضرتك بتذاكر، وبعد كده ايه نوضحه لحضرتك واحده واحده. بيقول لي اتس كوز باي بريزنس اوف باي كربونيت خلاص، نتيجه وجود الباي كربونيت اوف ميتال ساتش از الكالسيوم باي كربونيت والمغنيسيوم باي كربونيت. يبقى التمبرري هاردنس دي اللي هي الهاردنس المؤقت ده خلاص، اللي هي بتبقى املاح الكالسيوم باي كربونيت والمغنيسيوم باي كربونيت. يبقى الميه لو فيها يا جماعه كالسيوم باي كربونيت ومغنيسيوم باي كربونيت هي هارد ووتر، هارد ووتر، بس ده انهي نوع من الهاردنس يا جماعه؟ التمبرري. ايوه طب ليه سميت ده تمبرري ومثلا اللي جاي ده مثلا كالسيوم سلفيت ولا حاجه سميته بيرمننت؟ هقول لك كمان شويه خلاص. طيب يبقى التمبرري هاردنس اللي هو الهاردنس المؤقت ده شباب اللي هو بتبقى املاح الباي كربونيت خلاص، سواء كان الكالسيوم باي كربونيت او المغنيسيوم باي كربونيت. البيرمننت لا، البيرمننت بيقول لك ايه؟ It is caused by the presence of sulfates, chloride, nitrates and calcium magnesium. Sorry, nitrates of calcium and magnesium. يبقى ده املاح، بص كده بيقول لي ايه؟ It's caused by presence of ايه وايه يا جماعه؟ السلفيتس والكلورايدز والنيتريتس. يعني عندك كالسيوم سلفيت، كالسيوم كلورايد، كالسيوم نيتريت، مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم كلورايد، مغنيسيوم نيتريت. خلاص وهكذا. دي كده كلها يعني طالما مش باي كربونيت يا جماعه تبقى بيرمننت. يعني دائما انت لسه خلي بالك، بص انا تعبني حته اللي انا مش عارف يعني ايه الفرق بين التمبري والهارد، التمبري والبيرمننت خلاص. تعالى نشوف بقى، بيقول لي هنا يا جماعه التمبري هاردنس دي اللي هي عارف مجرد ما بتسخنها بتروح، مش انت عايز الميه تتحول، احنا قلنا عايزين نعمل ايه يا جماعه؟ سوفتنينج للهارد ووتر خلاص كده، عايز تعمل سوفتنينج، سوفتنينج للهارد ووتر يعني تشيل الاملاح دي، يعني تخلص من املاح الكالسيوم وايه يا جماعه والمغنيسيوم. طيب انت قلت لي عندي تمبري اللي هي املاح البايكربونيت، وبيرمننت اللي هي السلفيتس والكلورايدز والايه والنيتريتس. حلو قوي. بيقول لك دي بقى يا جماعه اسمها تمبرري هاردنس، لان بص بيقول لك يا جماعه كان بي ريموفد باي بويلينج خلاص، مجرد ان انت عارف بتسخنها البايكربونيت ده بيتحول لكربونيت، يعني الكالسيوم بايكربونيت او المغنيسيوم بايكربونيت مجرد بالتسخين يا جماعه بيديني كالسيوم كربونيت ومغنيسيوم كربونيت و H2O و H2O و CO2 في ايه في كلا الحالتين. هتقول لي معلش يعني انت حولتها من بايكربونيت لكربونيت، طب ما هو لسه ملح برضه. خلاص قال لك لا، ما دي كده كانت صوره دايبه، يعني ده كده الكالسيوم بايكربونيت ده يا جماعه سوليبل
هي بتبقى صوره سوليبل في الميه، لكن ده صوره ان سوليبل. عارف ان سوليبل اللي هو يا جماعه اللي هو الكلام اللي فات، الكلام اللي احنا اتكلمناه اللي فات ده، اللي هو بيتشال بايه بقى؟ بالسيتلينج او السيمنتيشن. يبقى انت كده فعلا حضرتك تكون ايه، قدرت تعمل الكلام ده. يعني لو الميه عندك فيها تمبرري هاردنس، يعني فيها املاح كالسيوم بايكربونيت ومغنيزيوم بايكربونيت، عارف تقدر تشيل الكلام ده ازاي؟ تعمل تسخين. اول خطوه هتعمل ايه حضرتك؟ تسخين. بعد ما حضرتك تعمل تسخين، مش هيكون عندك بقى ان سوليبل سولت غير دايب من السي اي سي او 3 والام جي سي او 3. اه ده كده ان سوليبل، تمام. تقوم مدخله بقى على خطوه ايه يا جماعه؟ السيتلنج او السيمنتيشن. تقوم مرصب الكلام ده، وبالتالي تاخد الميه الرايقه اللي هي من فوق دي، الرايقه بقى اللي هي ما فيهاش ايه يا جماعه؟ ما فيهاش املاح. خلاص، عشان كده ده كده اسمه ايه يا جماعه؟ تمبرري، يعني مجرد بس بيسخن، ده مؤقت. انت لو عملت عمليه تسخين هيتشال معاك، لكن البيرمننت لا. ده بص بقى، ده ما بيتشالش بتسخين، يعني ده تعمل تسخين بص من هنا لبكره مش هيتشال. خلاص، ده بيتشال كده بحاجات تانيه. خلاص، كان بي ريموفد باي كيميكال تريتمنت، لازم معالجه كيميائيه. ازاي؟ يا اما بتشيله بحاجه اسمها اين اكستشينج ريزن، يا اما حاجه اسمها لايم سودا بروسس، يا اما حاجه اسمها ريفيرس اوزموزس التنضح العكسي، يا اما زيولايت سوفتنر. دي كده عمليات كيميائيه بتشيل بيها الايه؟ الاملاح اللي هي مش بايكربونيت، اللي هي بقى النيتريتس او السلفيتس او الكلورايدز. خلاص، دي كده اللي انت بتستخدم ايه؟ بتستخدم بقى الكيميكال تريتمنت عشان تشيل الحاجات دي، مش زي البايكربونيت بتشيل التسخين. احنا اللي هناخده بس يا جماعه، اللي هناخده من هنا اللي هو الايون اكستشينج ريزن. احنا نشوف ازاي بقى بنشيل ايه الاملاح دي بالايون اكستشينج ريزن. ازاي بقى بنشيلها؟ تعالى نشوف. هتقول لي اشوف ايه بس؟ واحده واحده، ما تاخدنيش شلوكه كده. وانا عارف يعني ايه ايون اكستشينج ريزن اصلا، وانا عارف يعني ايه الكلام ده. قال لك ما انا هقول لك اهو. هعرف لك الاول الريزن. الريزن دي يا جماعه بص بيقول لي اتس ديفايند از الاستيك ماتيريال رياكت ويز سولت ديسولفد ان ووتر. عباره عن بيلتس كده، ماتيريال بيلتس بالمنظر ده كده، تتفاعل لك مع الميه اللي داخله. خلاص، بتشيل لك منها الايه؟ الهاردنس، يعني بتشيل املاح الكالسيوم يا جماعه والمغنيسيوم. خلاص كده، يبقى ده معنى كلمه ريزن، تبقى ماده عامله بالشكل ده كده. خلاص، ماده بتمنع بيها، يعني بيبقى عندي الفيزل او التاور بتاعي، خلاص المكان اللي هتشيل فيه اللي هتنضف فيه الميه، حاجه بالمنظر ده كده. او ملاحظ انت فيه انابيب وحاجات داخله وحاجات خارجه، صح كده؟ يعني ملاحظ مثلا اللي خارج من ده داخل على ده، صح كده؟ يعني خليك فاكر المعلومه دي كده. المهم انا ده كله كده بيبقى مليان يا جماعه بالبيلتس دي، تعدي المايه هنا بيشيل منها املاح الهاردنس. هتقول لا لا، طب انت ليه مستخدم اثنين؟ وانا شايف كده ملاحظ انا من ايه؟ ان طالع من هنا ده داخل هنا، يعني هو لازم اثنين؟ اه لازم اثنين. طب ليه لازم تو تاورز بقى؟ لازم حاجتين عشان تنضف المايه. يعني قصدك الاثنين دول كده مليانين بالبتاع ده؟ بالريزن ده؟ اه الاثنين دول مليانين بالبتاع ده. طب ليه بقى يا جماعه؟ تعالى نشوف بقى واحده. يبقى عرفت انت حضرتك ان الاين اكستشينج ريزن ده هو عباره عن ماده زي دي كده ماليه التو تاورز دول، ده اللي مطلوب منك تعرفه حاليا. بتشيل ازاي بقى الهاردنس من الووتر؟ بص بقى، احنا اولا الاين اكستشينج ده يا جماعه عندنا منه نوعين، حاجه اسمها كاتاين اكستشينج ريزن، وعندنا حاجه اسمها اناين اكستشينج ريزن. كاتاين اكستشينج ريزن ده يا جماعه، كاتاين اكستشينج ريزن ده معنى بص اسمه كاتاين اكستشينج ريزن. كاتاين يعني بيمسك الكاتاين، بيسحب الكاتاين. طب انت عارف الكاتاين ده اللي هو الموجب ولا السالب؟ لا، الكاتاين ده اللي هو الموجب. طيب يعني لما تقول لي كده كاتاين اكستشينج ريزن، يعني اللي بيسحب الكاتاين، يبقى اناين اكستشينج ريزن اللي هو بيسحب ايه يا جماعه؟ الاناين. طب ده الكاتاين انت قلت لي اللي هو موجب، يبقى الاناين اللي هو مين يا جماعه؟ السالب. طب بص ركز كده معايا، كاتاين اكستشينج ريزن ده يا جماعه انت بتقول لي ان هو بيسحب ايه؟ بيسحب الموجب. اه يعني هو طالما هيسحب الموجب يبقى اكيد شرطه سالب، صح كده؟ لان ما ينفعش موجب يسحب موجب. وكذلك الحال هنا، ده اسمه اناين اكستشينج ريزن. اناين اكستشينج ريزن ده يا جماعه يعني هيسحب السالب، يعني هو ذات نفسه، يعني الريزن ذات نفسه هيبقى ايه يا جماعه؟ موجب. يبقى بص كده، يبقى كاتاين ده اللي هي الايونات الموجبه اللي بيسحبها، يبقى في الحاله دي الريزن هيبقى سالب. لكن هنا اناين يعني الايونات اللي انت عايز تسحبها سالبه، يبقى الريزن ذات نفسه يا جماعه موجب. خلاص كده، فاهو ده كده الكاتاين اكستشينج ريزن. خلاص، كاتاين اكستشينج يعني هيسحب موجب يا جماعه، هيسحب موجب. فلو حضرتك لاحظت بص، هو ذات نفسه اشارته ايه؟ سالبه. وده كده اناين اكستشينج ريزن. اناين يا جماعه يعني هيسحب السالب. خلاص، يبقى الريزن ذات نفسه ايه يا جماعه؟ موجب. خلاص، يبقى الكاتاين هنا يا جماعه كانت اشارته سالبه، فبالتالي سحب الحاجات الموجبه. يعني ده مثلا بيقول لك ايه؟ ميه بملح، يعني مثلا اللي موجود هنا يا جماعه كده في النص كده، ان يعني سولت يوتر، ميه فيها ان اس ال. خلاص، وحاطط انت هنا كاتاين اكستشينج ريزن، وحاطط هنا اناين اكستشينج ريزن، مش ده سالب؟ فهتلاقي بيسحب ايونات مين يا جماعه؟ الان ايه بوزيتيف. خلاص،
وده كده موجب هتلاقيه بيسحب ايونات الايه السي ال نيجاتيف ايه يفضل يسحبها عنده. يبقى انت خلي بالك بقى، بص لو لاحظت يبقى ده خد جنبه كده سحب هنا يا جماعه كل ال ان ايه بوزيتيف، وده سحب كده كل ال ان ايه سي سوري ده سحب كل ال ان ايه بوزيتيف وده سحب كل السي ال نيجاتيف. يبقى الميه اللي في النص هنا اتفضت من الملح، يبقى الميه اللي هنا بقت ايه يا جماعه فريش ووتر ما فيهاش ملح خالص. باختلاف الملح بقى احنا عندنا الاملاح اللي هنا املاح ايه يا جماعه كالسيوم وايه ومغنيسيوم. بس الفكره برضه يعني لما بقول لك كالسيوم كلورايد، ما انت عارف ان الكالسيوم ده بوزيتيف 2 والسي ال ايه نيجاتيف خلاص، يعني انت عارف ان ممكن يعني قصدي يا جماعه ان هنا لو انت بقى عايز املاح كالسيوم بدل ال ان ايه يا جماعه هيبقى موجود هنا ايه بقى يا شباب سي اي كالسيوم او مغنيسيوم خلاص. فهتلاقي المغنيسيوم او الكالسيوم اللي هو الموجب بيروح يلزق في مين بالظبط في الكاتيون اكسشينج ريزن، والسي ال اللي هو السالب هيروح يلزق في مين يا جماعه في الانايون اكسشينج ريزن. هنا بقى خلي بالك بص في الصناعه، عشان كده احنا رسمنا هنا يا جماعه حاجتين لو لاحظت حضرتك، هنا بتشيل الاول الكاتاين اكسشينج ريزن، هنا سوري بتحط الكاتاين اكسشينج ريزن عشان تشيل الكاتاين، يعني الميه بتبقى داخله هنا مثلا او الميه هتخش على اول تاور ده، مش الميه يا جماعه فيها كاتاين وانايون، فانت عندك حاطط حاجتين هنا عشان اول واحد ده يشيل لك الكاتاين وتاني واحد يشيل ايه يا جماعه الانايون. طب هو لازم الترتيب ده؟ لا، في ناس بتشيل انايون الاول وبعد كده تشيل ايه يا جماعه الكاتاين. يعني انت قصدك ان الميه اللي هي فيها كاتاين وانايون داخله هنا اهي هتخش على التاور ده، يعني الميه يا جماعه داخله فيها الاثنين كاتاين واناين، هتخش هنا على كاتاين اكستشينج ريزن. خد بالك بقى هتخش على كاتاين اكستشينج ريزن، يبقى هيتسحب منها الموجب، يبقى الميه اللي هتطلع من هنا بص كده بيسموها يا جماعه ووتر فري كاتاينز، ووتر ما فيهاش كاتاينز خلاص كده، لان الكاتاينز كلها اتجمعت هنا. طيب يبقى هيطلع هنا ووتر فري كاتاينز، يعني الميه ما فيهاش كاتاينز انا فيها اناينز بس صح، تقوم داخله الميه هنا. طب لما تخش الميه هنا اللي هي فيها اناينز بس يبقى اكيد هتخش على حاجه اسمها اناين اكستشينج ريزن، مش هي الميه داخله فيها اناين؟ يبقى انت عايز تدخلها على حاجه بتشيل اناين اللي هو الاناين اكستشينج ريزن، تقوم طالع الميه من هنا بقى يا جماعه لا فيها لا كاتاين ولا اناين، بنسميها يا جماعه ووتر فري ايونز خلاص، او ووتر فري كاتاينز اند اناينز خلاص، اللي هي بتبقى فريش ووتر والبي اتش بتاعتها بتبقى بكام يا جماعه؟ بسبعه خلاص كده. خدت بالك بقى من القصه؟ يبقى عشان كده حاطين اتنين، ليه حاطين اتنين؟ واحد بيشيل الكاتاينز واحد بيشيل مين يا جماعه الانايونز لحد ما الميه تطلع ايه نظيفه خالص. طيب يبقى هنا دي الفكره عندنا اللي ايه بنشيل بيها البيرمننت هاردنس او البيرمننت هارد سولتس. طيب اهو بص كده الكاتاين اكستشينج ريزن، الكاتاين اكستشينج ريزن ده بص يا جماعه بيسحب مين؟ بيسحب الموجب، بيسحب الحاجات الموجبه خلاص كده. طيب ده بيبقى عباره عن ايه؟ يعني البيلتس اللي انت شفتها ذات نفسها دي كده يا جماعه، دي كده الكور اللي انت شفتها دي الماده دي كده بتبقى مثلا لو هي كاتاين تبقى مصنوعه من حاجه اسمها ار اس او 3 اتش او ار اس او 3 ان اي. طيب ايوه مش فاهم برضه ليه يعني؟ قال لك بص بقى دي اللي هتبقى اسمها كاتاين اكستشينج ريزن. عارف قصدي في ايه بقى يا جماعه؟ تعالى نوضح لك كده ايه بالايد احسن. طيب بص بقى معايا حضرتك كده، ده كده التاور بتاعنا اهو اللي هو اول تاور احنا رسمناه اللي عرفنا اللي هتشال فيه الكاتاينز الاول، يعني قلنا وات ايفر يعني هتشيل الكاتاينز او الاناين على حسب ايه بتشيل مين الاول يعني. اهو ده كده التاور بشكل ليه اهو ده كده خلاص، ده التاور بتاعنا. التاور ده يا جماعه قلنا خلي بالك بقى بيبقى باكت يعني محشي او مليان خلاص بالايه بالكاتاين اكستشينج ريزن خلاص، والووتر عندك خلاص ما تنساش ادي الميه بتبقى داخله عندي خلاص، ده كده داخل عندي ووتر بلس كاتايونز بلس انايونز صح كده؟ طب حلو قوي. بص بقى الكاتاين اكستشينج ريزن ده يا جماعه اهو قلت لك من ماده كده اسمها الار اس او 3 اتش او ار اس او 3 ان اي، دي اللي بيحصل فيها بقى الماده دي يا جماعه اول ما الميه بتلمسها، اول ما الميه بتلمسها يعني الار اس او 3 ان اي دي وليكن مثلا اول ما بتتحط هنا ويجي عليها ميه يا جماعه تلقائي كده من نفسها بترمي ال ان اي اللي فيها تتخلص منه، يبقى كده اتفضل مين يا جماعه الار اس او 3 نيجاتيف. عارف يعني ايه يا جماعه؟ الماده دي رمت ال ان اي خلاص تخلصت من ال ان اللي فيها
خلاص، او من الاتش اللي فيها يعني، لو ده اتش برضه تخلصوا من الاتش او الان اللي فيها خلاص. يبقى اتفضل هنا يا جماعه، يعني بقت البيلتس دي مشحونه بشحنه سالبه لان هي رمت الاتش اللي جواها والان اللي جواها خلاص، فبقت البيلتس دي يا جماعه مشحونه بشحنه سالبه، مشحونه بشحنه سالبه وجاي لها الميه اللي هي معاها الكاتايونز والانايونز، وانت قلت لي ان دي كده مشحونه بشحنه سالبه صح؟ اهو يعني انت قلت لي ان التاور ده كله من مين يا جماعه؟ من الار اس او 3 نيجاتيف. كل بقى البيلتس اللي ايه اللي حضرتك شفتها دي خلاص، اللي هي دي كده نفكرك بيها اهي، دي كده كل البيلتس دي كده بقت بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده ار اس او 3 اتش خلاص. طب ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ اه يبقى هيحصل هنا يا جماعه ان الميه لما تخش معاها الكاتايونز من هنا هتطلع من هنا يا جماعه ووتر فري كاتايونز، ميه معهاش كاتايونز، يعني اللي طالع هنا يا جماعه ووتر بلس انايونز بس. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب الووتر اللي هي بلس الانايونز دي خلاص، يبقى ده كده اللي بيحصل هنا. طب خلي بالك بقى من حاجه، يعني قصدي ان الميه اللي داخله دي يا جماعه مش انت بتقول ان فيها املاح كالسيوم اللي هي سي اي سي ال 2؟ اه ما املاح الكالسيوم دي خلي بالك بقى، بص اللي هي سي اي بوزيتيف زائد سي ال نيجاتيف خلاص كده. عارف ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ الميه لما تخش هنا على الكاتاين اكستشينج ريزن ده اللي هو اتفكل كده وكده، وان هي فيها الاملاح دي طبعا دي بتبقى املاح سوليبل وده ملح قوي يعني بيتأين تأيون كامل خلاص كده. فعارف ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ بص كده الموجب هياخد السالب صح؟ اهو ده كده هياخد ده، في مشكله كده يا جماعه؟ وده كده والسالب بقى عندنا اللي هو ده كده يا جماعه هياخد ايه يا شباب؟ الموجب. يبقى هو خلصك من مين يا جماعه؟ من السي اي بوزيتيف اللي انت كنت عايز تشيله ده. يبقى هنا كان داخل الميه معاها كاتايونز وانايونز خلاص، كان داخل معايا الكاتايونز وانايونز، خرجت اتسحب جوه هنا، اتسحب مين يا جماعه؟ السي اي بوزيتيف. في اي مشاكل كده؟ طيب يتفضل لي هنا الان اي سي ال اللي هو برده ايه هيدوب، او الاتش سي ال، يبقى ايونات اتش وايونات سي ال. يبقى انت شلت الموجب كله خده ده خلاص، الموجب كله راح هنا خلاص. هتقول لي معلش يعني في حاجه مش انا خدت بالي منها، يعني انت بتشيل سي اي يعني بتسحب تخلي ريزن ده يشيل السي اي ويرمي لك ان ايه؟ اه ان ايه مش مشكله، ان يعني ايه ما بيعملش يا جماعه؟ ما بيعملش هاردنس في الميه. في مشكله كده عشان لو ده ايه سؤال في بالك يعني. طيب حلو قوي، يبقى انت كده تفضل الميه اللي عندك بقى فيها اناينز بس، بقى فيها الحاجات السالبه بس. طب انت عايز تشيلها، انت بتقول لي ايه؟ عايز تشيل الحاجات السالبه؟ اه يبقى هتدخلها بقى على ريزن، على ايه؟ على ريزن تاني بس اسمه ايه بقى يا جماعه المره دي؟ انايون اكستشينج ريزن. يعني المفروض حضرتك تاخد الميه دي كده خلاص وتدخلها على تاور تاني، انا مش هسألك برضه ليه، او هاخد الميه دي كده يا جماعه وادخلها على تاور تاني خلاص، هدخلها تاور تاني. التاور ده المره دي بقى يا جماعه بصوا هيبقى فيه انايون اكستشينج ريزن خلاص، هيبقى فيه انايون اكستشينج ريزن خلاص. تطلع بقى طبعا هتعدي الميه هنا على الانايون اكستشينج ريزن، طبعا انت عرفت اللي فيها بقى، هنوضح لك برضو ايه يعني بالمعادلات زي كده في السلايد اللي جايه، بس انت عرفت بقى ان الميه لما تخش معاها انايونز هنا خلاص، يعني الميه داخله معاها انايونز هتخش على الانايون اكستشينج ريزن. مش الانايون ده يا جماعه بص بقى هنا ده اكيد اكيد انت عارف ان هو هيتشحن، هيبقى مشحون بشحنه موجبه، فهيسحب مين يا جماعه؟ يسحب الانايونز من الميه. يبقى تطلع من هنا يا جماعه ووتر فري anions and cations او water free ions، ما فيهاش بقى لا anion ولا cation، وحضرتك تبقى انت كده ايه شلت الهاردنس وبقت ايه يا جماعه؟ soft water. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب بيتم ازاي بقى الكلام ده؟ اهو نفس اللي حصل، نفس اللي حصل هنا يا جماعه هنعمله هنا. بص كده معايا، المره دي الريزن بتاعتي هتبقى من الماده دي RnH3OH خلاص، يبقى الريزن بتاعتك هتبقى من الماده دي، مصنوعه من الماده دي كده. طب الماده دي برده خلي بالك اول ما بتلمس الميه خلاص بتطرد الاو اتش النيجاتيف اللي فيها، ويتفضل مين يا جماعه؟ ار ان اتش 3 بوزيتيف. يعني حضرتك هنا الماده اللي موجوده هنا بقى خلي بالك بقى اللي هي ار ان اتش 3 بوزيتيف هيجي لها الايونات السالبه اللي هي السي ال بقى خلاص. ما انت عندك بقى اللي هو مين؟ ال ان اس ال اللي طالع من هنا ده يا جماعه اهو، مش ده كده ال ان اس ال ده اللي هو مع الميه اللي موجوده هنا خلاص. انا اللي مركز عليها ايونات مين يا جماعه؟
السي ال، لان هي مش مشكله. خلاص طيب هتروح بقى بص كده نفس اللي حصل بقى يا جماعه، يعني انت قلت لي ان الار ان اتش 3 او اتش اول ما لمستها الميه طردت الاو اتش السالب اللي معاها، وبالتالي اتفضل عندي مين يا جماعه؟ ار ان اتش 3 بوزيتيف، اللي هو ده هيجي لها الميه بالان اي سي ال اللي هو برضه هيتقين لسي ال نيجاتيف، او زي ما انت عارف بقى بيتقين لان ايه بوزيتيف وسي ال نيجاتيف. خلاص كده تمام. طب ايه اللي هيحصل بقى هنا يا جماعه؟ الار ان اتش 3 بوزيتيف اللي هو في التاور ده الموجب هيسحب مين يا جماعه؟ السالب، صح كده؟ يبقى انت سحبت الايه؟ الانينز، يبقى الميه طلعت من غير ايه يا جماعه؟ من غير لا انينز ولا ايه يا شباب؟ ولا كاتاينز. طب في حاجه بقى بص ركز معايا، انت قلت لي الووتر هنا بتخش معاها كاتاينز تطلع من غير كاتاينز، وتخش هنا معاها انينز تطلع من غير ايه يا جماعه؟ انينز. طب ده بيفضل شغال على طول الا ما شاء الله؟ لا، قال لك بص بقى انت شغال دخل الميه تطلع من غير كاتاينز، دخلها تطلع من غير انينز، شغالين على كده زي الفل ما شاء الله. جيت ببص في الميه اللي طالعه هنا بعد فتره بقى، بعد شهر شهرين من الاستخدام، لقيت الميه اللي طالعه من هنا معاها كاتاينز. الله، يعني ايه ما لقيتش ووتر فري كاتاينز؟ اه بقى معاها كاتاينز، بقى معاها كاتاينز وانينز. يبقى معنى كده ان الكاتاينز ما اتشالتش هنا، يبقى معنى كده يا جماعه الكاتاينز ما اتشالتش هنا، يبقى معنى كده ان ده كده يا جماعه بقى ساتيوريتد، مشبع مليان كاتاينز، مش هيقدر يسحب كاتاينز تاني. ما اي حاجه يا جماعه ليها قدره تشبع، يعني مثلا هقول لك على حاجه، انت لما بتحط سكر في الميه حطيت معلقه حدوب، معلقتين حدوب، ثلاثه حدوب، حطيت سبعه، هتلاقي في السكر راقد تحت ما عرفش يدوب. خلاص خلاص، هي جزيئات الميه اللي بتسمح له بالذوبان او اللي خليته اتملت. فنفس الكلام عندنا هنا يا جماعه، انت عارف الريزن ده بيبقى عباره عن ايه؟ مثلا بص كده، يعني ده دي البارتكل بتاعت الريزن اهي، وجواها فاضي. خلاص، وجواها ده كده فاضي، هتيجي عليها الميه اللي هي فيها الكاتاينز او الانايز انت عايز تشيلها، فبص بقى بتقعد تسحبها جوه الايه؟ جوه البور دي او جوه الفراغ اللي جواها دي، قعدت تسحب ايه؟ عماله تسحب كاتاين، عماله تسحب كاتاين، عماله تسحب كاتاين. خلاص، لحد ما دي كده اتملت، دي كده اتملت، هل هتقدر تسحب كاتاين تاني؟ لا، يبقى الكاتاين هيعدي بقى مش هيتسحب. طب ايه الحل في الموضوع ده؟ بص كده في مثال بسيط قوي، بيقول لك لما التلاجه بتبقى ريحتها وحشه، التلاجه ريحتها وحشه بتعمل ايه فيها؟ بالظبط، الناس اللي فاهمه قال لك ايه؟ بحط فيها يا جماعه حته فحم. طيب حته الفحم دي بتحطها في التلاجه، بتلاقي ايه؟ الريحه بقت كويسه، او ريحه التلاجه المعفنه دي بقت ايه؟ بقت كويسه. آه، يوم اتنين تلاته اسبوع ريحه التلاجه رجعت معفنه تاني. ليه بقى؟ اصل هي نفس القصه يا جماعه، حته الفحم او الكربون اللي انت بتحطها نفس فكره دي بالظبط، ان هي بيبقى فيها فراغات بتسحب جواها الريحه الوحشه دي اللي هي الفيبرز دي، بتسحبها جواها، اتملت ما بقتش قادره تسحب ريحه تاني. فلازم حضرتك تاخد الفحمه دي، كنت بتعمل ايه بقى؟ يا اما بتجيب فحمه جديده نضيفه ببورز جديده والكلام ده كله، يا اما كنت بتاخد الفحمه دي تعمل ايه فيها؟ ها، حد عارف؟ بالظبط، كنا بنسخنها، تسخنها على النار. عارف لما تسخن بقى ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هتطرد البور، هتطرد الفيبرز اللي موجوده في البورز دي. اهو خلاص، دي كده اللي هي اسمها ري جينيريشن. خلاص، بتعمل ري جينيريشن، بترجع دي فاضيه تاني. فنفس الكلام يا جماعه، التاور ده بعد فتره هيتملى، هو التاور ده، يبقى لازم حضرتك تعمل له حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ ريجنريشن. بتتم ازاي بقى الريجنريشن دي؟ ركز بقى كده معايا. الريجنريشن يا جماعه، هو خلي بالك بقى ده لما خد السي اي بقى ار اس او 3 سي اي، اهو اللي هو زي ده كده. خلاص؟ وده كده حضرتك لما خد السي ال بقى ار ان اتش 3 سي ال، اهو زي اللي موجود هنا كده. فبص بنعمل ايه بقى يا جماعه؟ اهو التاور الاولاني اللي هو كان فيه الكاتاين اكستشينج ريزن اللي انت بتشيل فيه الكاتاين، بقى كل الماده بتاعتك ار اس او 3 سي اي، بحط عليه مين بقى يا جماعه؟ بحط عليه سترونج دايلوتد اسيد من اتش سي ال، بحط عليه اتش سي ال مخفف، ده حمض قوي. لما تحط عليه اتش سي ال، بص بقى يا جماعه هنا، خلي بالك ايه اللي هيحصل؟ ده كده سالب، الار اس او 3 دي زي ما حضرتك شفت كانت سالب ودي موجب، والاتش بوزيتيف والسي ال ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. اه يعني فكر حضرتك كده بالاشارات دي كده يا جماعه، الار اس او 3 ده نيجاتيف، لكن ده كده يا جماعه السي ال ايه؟ بوزيتيف 2. خلاص، ده كده بوزيتيف 2، وده كده الاتش سي ال يا جماعه بوزيتيف، لكن السي ال ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. فايه اللي هيحصل؟ طبعا المفروض تحط 2 يعني، خلاص، عشان تقدر تسحب مين؟ السي ال، يعني مالناش دعوه بالوزن يعني. فهنا هتلاقي يا جماعه السي اي بياخد السي ال، خلاص، وهنا يا جماعه الار اس او 3، خلاص الار اس او 3 ده
يرجع ياخد مين بتاعته تاني؟ ال H بتاعته تاني، يرجع يكون RSO3H و CaCl2. خلاص كده؟ طيب ده بيرجع بقى، بص RSO3H اهو بيرجع بقى المادة اللي انت كنت ايه يا جماعة بدأت بيها اصلا، ال RSO3H دي كده راجع البيت ايه يا جماعة، اكنك فضيته من ال CA. بص مش انت ده كده خلاص تخلص من ال CA، ما بقاش فيه CA خلاص، انت ال CA وديته في داهية خلاص، ما بقتش عايزه، وديته في اي مصيبة ما بقتش عايزه، بقى اتفضل عندك ده. اه كده راجع البيت تاني يا جماعة مفهوش CA، اكنه بقى فاضي، اكن البور رجعت فاضية تاني، اللي هو الجاب او الخرم اللي انت بتسحب فيه ده، خلاص الفراغ اللي انت بتسحب فيه ده او الثقوب اللي انت بتسحب فيها دي رجعت فاضية تاني. خلاص تقدر بقى، عارف ده هتاخد ده بعد كده ال RSO3H ده، هتعمل بقى عليه ايه يا جماعة؟ خلاص هتدخل عليه مية خلاص من اللي هي فيها ال CaCl2، وترجع تعيد نفس العملية دي تاني. خلاص كده يعني عشان اوضح برضو لحضرتك احسن، انا اقصده ان هو ده كده انت شلت ال CA منه ورجعته كده ايه يا جماعة؟ بيور فاضي. يعني بص عشان تتخيل اكتر بقى، ده كده انت قلت لي اللي هو تشبع، ده كده وصل ان هو تشبع بالايه؟ بالكاتاينز، خلاص مش عارف اخش له ميه تاني يا جماعه فيها كاتاينز وانايز، عارف هتعمل ايه بقى يا جماعه؟ هتوقف عمليه دخول الميه دي، يبقى كده يا جماعه مفيش ميه بتخش، ركز بقى كده، هنا مش هدخل ميه خلاص بقى، خلاص اهو بص كده، يبقى كده مش هتدخل ميه بقى، عارف هتعمل ايه يا جماعه؟ هتدخل بدل الميه هدخل مين يا شباب؟ سوليوشن خلاص سترونج دايلوت اسيد، او سوليوشن من اتش سي ال دايل اللي هو السترونج اسيد ده، اهو هدخل دايل اتش سي ال. الدايل اتش سي ال ده لما يخش هنا بقى، ما خلي بالك دي ما بقتش ار ان ار اس او 3 نيجاتيف، خلي بالك بقى ده اللي موجود هنا يا جماعه، خلاص ما ده كده تشبع، ده اللي موجود هنا يا جماعه ار اس او 3 سي اي، خلاص ده عمليه بقى ريجنريشن. فاللي هيحصل هنا ايه يا شباب؟ هيبقى طالع من هنا كده، ركز بقى معايا، هيبقى طالع من هنا سي اي سي ال سي ال 2 طبعا سوليوشن، يعني بقيت يعني ما انت عارف دايل سوليوشن ده يا جماعه يعني اتش سي ال، اي محلول يا جماعه فيه ميه، خلاص كده فيطلع ميه فيها سي اس ال 2، بس دي ميه حمضيه مش هتفرق معايا في حاجه غير الميه اللي انت عايز تعالجها اصلا يعني. خلاص ويتفضل هنا بقى يا جماعه، خلي بالك ده كده السي ال بقى ده استبدلته انت بمين حضرتك؟ ما انت عامل كل الكلام ده عشان تشيل السي ال اللي هنا ده، خلاص هتستبدل بقى حضرتك السي اي ده، هيرجع هنا مين بقى يا جماعه؟ يرجع هنا مين؟ الاتش بتاعتك راجع زي الاول خالص. تخلص العمليه دي، بص بقى ركز معايا، مش انت كده خلاص دخلت الدايل اتش سي ال فشل لك كل السي ال هنا، عارف بعد كده حضرتك هترجع تعمل ايه بقى؟ خلاص هتوقف ده، مش هتدخل بقى اتش سي ال تاني، لان البيد راجع ايه بقى ريجنريتد، راجع تاني زي الاول ار اس او 3 اتش، خلاص وبالتالي اللي خارج من هنا يا جماعه مش هيبقى ده، خلاص اللي خارج من هنا مش هيبقى ده. هتعمل ايه حضرتك بقى؟ هتدخل مين بقى تاني بعد ما استرجعت البيت بتاعك تاني؟ هتدخل الووتر اللي فيها كاتايونز ومين يا جماعه؟ وانايونز. لما تدخل المايه هنا نفس القصه هتتعاد تاني بقى، الاتش دي هتتشال ويبقى ده كده ار اس او 3 نيجاتيف، وبالتالي المايه تسحب الكاتايونز، يبقى اللي موجود هنا ار اس او 3 سي اي، تفضل تسحب في سي اي لحد ما يتملى، وبعد كده حضرتك ترجع تعمله ايه يا جماعه؟ ريجنريشن تاني. خلاص نفس الوضع بالظبط هنا، نفس القصه هنا، انت هنا كون عندك ار ان اتش 3 سي ال، يعني بص بقى هنا، هنا لما دخلت الميه سحبت الاينز، بقى اللي موجود هنا مين يا جماعه؟ ار ان اتش 3 سي ال، صح كده؟ هتدخل مين بقى؟ هتمنع بقى دخول الميه دي، خلاص هتمنع دي مؤقتا كده، وتدخل مين يا جماعه؟ ان اي او اتش سوليوشن، اهو هتدخل سترونج دايلوت بيز. وخلي بالك قوي عشان ايه يا جماعه؟ بنجيب لك في الاختبارات احنا بنغلس في الحته دي، اقول لك ال ان اتش اللي داخله داخله كونسنتريتد ولا داخله ويك ولا داخله سترونج دايلوت، يبقى انت عارف ان انا داخل سترونج دايلوت اتش سي ال وسترونج دايلوت ايه يا جماعه؟ بيز. طيب هتدخل ان او اتش، عارف ال ان او اتش هتعمل ايه يا جماعه؟ ركز بقى معايا، ال ان او اتش زي ما انت شايف كده هتتفاعل مع الار ان اتش 3 سي ال، طبعا ال ان اي بوزيتيف والسي ال نيجاتيف هياخدوا بعض، ويرجع ده زي ما كان الاول، خلاص بقى ده هيرجع زي ما كان، زي ما كنت بادئ بيه ار ان اتش 3 او اتش، يرجع بقى لطبيعته الاولانيه خالص ار ان اتش 3 او اتش، اهو يرجع زي الاول زي ما كنا بادئين بيه، يرجع ده ار اس ار ان اتش 3 او اتش، اكنك فضيت كل السي ال اللي هنا ورميته، فقام ده راجع ايه يا جماعه؟ فاضي تاني زي الاول، خلاص كده؟ طيب ده راجع فاضي زي الاول،
هتقدر ترجع تاني زي الاول. عارف حضرتك هتعمل ايه بقى؟ هتلغي بقى ال ان او اتش خلاص، مش هتدخل ان او اتش تاني لان هو خلاص كده راجع زي الاول، وتبدا بقى تدخل الميه اللي فيها ايه يا جماعه، اللي فيها اناينز بس، وتبدا تسحب الكتاينز تاني وهكذا. يبقى انت حضرتك بتشتغل الاول الاوبريشن وبعد كده ريجنريشن، شغال العمليه عادي اللي هي بتشيل لك الكتاينز او عمليه التريتمنت بتاعتك اللي انت عايزها، تعمل التريتمنت بتاعك، التاور بتاعك اتملى، تقوم عامل عمليه بعدها اسمها ايه يا جماعه؟ ريجنريشن. يبقى هي العمليات شغاله كده، بص كده، تشتغل الاوبريشن خلاص او التريتمنت بتاعتك، بعديها ايه يا جماعه؟ ريجنريشن خلاص، بعد كده اوبريشن، بعد كده ريجنريشن، وهكذا اوبريشن ريجنريشن وهكذا خلاص. ده كده اللي هو ازاي بشيل ايه يا جماعه؟ السوليبل سولتس او اللي هي الايه؟ البيرمننت هاردنس خلاص. يبقى دي كده اللي هي مين يا جماعه؟ البيرمننت هاردنس. وادي شكل هو بيوضح لك العمليه بتاعتنا، او حضرتك كان عمليه الريجنريشن اهي، بيخش السترونج دايلوت اسيد بتاعنا اللي هو اتش سي ال، يخش هنا طبعا بتطلع ميه هارد زي ما قلت لك، بيبقى فيها مين يا جماعه؟ سي اس ال 2، بس هو ميه ملوثه وفيها هارد نسخيه حمضيه يعني، دي غير الميه الثانيه اللي انا ايه بعمل لها معالجه يعني. بيخش هنا طبعا اتش سي ال خلاص مع الكاتاين اكسشينج ريزن اللي خد السي اي، تطلع من هنا الميه معاها سي اس ال 2 خلاص كده، وده يرجع يحصل له ريجنريشن تاني، يرجع زي ما بدات بيه اللي هو ار اس او 3 اتش خلاص. تكمل خلاص هنا بقى، طبعا خلي بالك بقى انت اثناء عمليه الريجنريشن ده بيبقى واقف يعني، ده كده مش شغال خلاص يعني، مفيش بقى ووتر فري كاتاين في فري فروم كاتاينز داخله هنا يعني، عشان حضرتك تبقى فاهم اكتر يعني. اثناء هنا يا جماعه ما انا بعمل ريجنريشن، بص مفيش ميه داخله، وكذلك الحال بص انت هنا مدخل سترونج بيز، يعني معنى كده ان الستريم ده مش موجود خلاص كده. انت بتعمل الريجنريشن ده والريجنريشن ده خلاص، وتخلص وبعد كده ترجع تشغل العمليه ايه من اول وجديد. في مشكله كده يا جماعه؟ خلاص طيب، بتدخل طبعا السترونج بيز خلاص، دخل السترونج بيز بتاعتك تمام، وايه لحد ما تعمل ريجنريشن وترجع تستخدم التاور تاني. لو بصيت على العمليه، لو مثلا انا بدخل الهارد ووتر من هنا على الكاتاين اكستشينج ريزن خلاص، او بيسموه ايه الاسيد ريزن او بيز اكستشينج ريزن خلاص كده، ده اللي هو الكاتاين اكستشينج ريزن، بتخش الهارد ووتر عليه، تطلع من هنا ووتر فري فروم كاتاينز. طيب الووتر فري فروم كاتاينز هتخش على الاناين اكستشينج ريزن خلاص، هتطلع بقى ايه؟ بص يا جماعه بيقول لك اسمها ايه؟ دي مينرالايزد ووتر فري فروم اول كاتاينز اند انايز. دي مينرالايزد معنى كلمه دي يا جماعه، قلنا عليها قبل كده، دي يعني بتشيل، دي مينرالايزد شالت المعادن او الاملاح المعدنيه منها خلاص، دي مينرالايزد ووتر يعني مياه منزوعه المعادن خلاص كده، دي مينرالايزد ووتر free from cations and ايه and anions خلاص كده يا جماعه. طيب دي كده خطوه الاوبريشن وخطوه ايه الريجنريشن للسوليبل سولت. طيب لو كملنا كده، كان رابع ملوث موجود عندنا في الميه اللي هو مين يا جماعه؟ الديسولفد جازز. الديسولفد جازز دي يا جماعه بيقول لي كان بي ريموف، طبعا الديسولفد جاز دي الغازات لما بتبقى في الموجوده في الميه بتبقى عامله ريحه وحشه جدا يعني خلاص. طيب فهنا بيقول لي الـ طبعا دي بيسببها بقى ايه؟ الديسولفد اوكسجين خلاص، ومع وجود البكتيريا والكلام ده كله بتعمل ايه؟ الميه ريحتها وحشه قوي. فهنا الديسولفد اوكسجين ده بيقول لي كان بي ريموفد باي، بيقول لي اول حاجه فيزيكال ميثودز خلاص، يا اما كيميكال ميثودز، يا اما بتشيله فيزيكال ميثودز يا اما ايه يا جماعه؟ كيميكال ميثودز. فيزيكال ميثودز دي مش مطلوب من حضرتك اكتر من تعرف حاجه، بيعمل حاجه اسمها دي ايريشن، يعني بيسحب الهواء اللي موجود في الميه دي او الاكسجين ده اللي هتغذى عليه البكتيريا بقى والكلام ده كله، وتفضل عايشه وعامله ريحه، فبيسحب منها الهواء دي باي فاكيوم خلاص، في تانكس كده او ايه سيباريتورز، هنوريها لك كمان شويه. يا اما كيميكال ميثودز خلاص، بيقول لك يوزنج حاجه اسمها صوديوم سلفايت او هيدروزين. يبقى انت كل اللي حضرتك عايز تعمله يا جماعه، اللي انت عايز تشيل الديسولفد اوكسجين ده خلاص، عايز تشيل الديسولفد اوكسجين ده، لان وجوده بيخلي البكتيريا في الميه او الحاجات البيولوجيكال اللي موجوده في الميه تتغذى عليه طالما هو موجود، وتتنفس بيه وتعيش بيه، فبالتالي هتفضل الميه ريحتها وحشه خلاص. فانت لو شلت الديسولفد اوكسجين، يعني الديسولفد اوكسجين ده اوكسجين ده بيسبب ايه؟ يعني نوع من ملوثات الميه، لو شلته ما الحاجات دي هتموت وما هتبقى كويسه، ما فيهاش بقى ريحه وحشه، وتقدر تخلص منها يعني قصدي. فانت القصد هنا عندنا ان حضرتك تشيل مين بقى؟ الديسولفد اوكسجين. طيب هشيل الديسولفد اوكسجين، قلنا يا اما فيزيكال ميثود يا اما كيميكال ميثود خلاص، دي يوزنج تانكات كده هوريها لك دلوقتي، يا اما دي يوزنج السلفايت او الهيدرازين، ان هم يتفاعلوا مع ايه يا جماعه؟ مع الديسولفد اوكسجين ده. طب حلو قوي، بص كده، دي التانكات دي اريشن تانكس،
لو بيحصل دي ايريشن باي فاكيوم، بتبقى الميه موجوده هنا خلاص، بيحصل فاكيوم طبعا اللي هو شفط. طبعا لما بيتشفط قلنا بيتشفط الحاجه الخفيفه، الحاجه الخفيفه اللي هي الاكسجين ولا الميه؟ لا الاكسجين، فالاكسجين بيتشفط وتفضل الميه من غير ايه يا جماعه؟ من غير اكسجين. يا اما كيميكال تريتمنت خلاص، بيقول لك يوزنج الصوديوم سلفايت، خلاص احنا قلنا هنا الكيميكال تريتمنت، يا اما بنستخدم الصوديوم سلفايت يا اما مين يا جماعه؟ الهيدرازين. طب هنلاقي احنا ان الصوديوم سلفايت ليه استخدام، يعني ده بيستخدم بيقول لك في اللو بريشر بويلرز، يبقى لو بريشر بويلرز هتستخدم مين يا جماعه؟ الصوديوم سلفايت في الغليات اللي هي بتشتغل عن ضغط واطي. فهنا بص انت عايز تتفاعل مع ايه يا جماعه؟ مع الاكسجين، عايز تدخل الاكسجين في حوار تاني خلاص كده، مش عايز الاكسجين يبقى موجود في ان هو البكتيريا تتغذى عليه وتتفاعل معاه وكده، انت عايز تدخله في حوار تاني. فالحوار التاني ده جابوا له مين يا جماعه؟ الصوديوم سلفايت. فالصوديوم سلفايت هيتفاعل مع الاكسجين ويديني ان ايه؟ 2SO4. طبعا هنا خلي بالك انت عارف طالما ده رياكتنت، طالما ده متفاعل يبقى تركيزه بيحصل له ايه يا جماعه؟ بيقل. ما انت عارف المتفاعلات تركيزها بيحصل لها ايه يا جماعه؟ بيقل. المتفاعلات بتبقى داخله مثلا 100 كيلو جرام متفاعلات، بتخلص عشان تديني ايه؟ البرودكت. فهنا ده اتفاعل مع الصوديوم سلفايت اداني ماده جديده، المهم اللي انا تخلصت من مين يا جماعه؟ من الاكسجين، ما بقاش موجود خلاص، ده تركيزه قل وخلص خلاص، الماده دي اتفاعلت معاه كلها. ده بيستخدم في حاله مين يا جماعه؟ اللو بريشر بويلرز. في حاله الهاي بريشر بويلرز خلاص بيستخدم الهيدرازين. الهيدرازين برضه نفس الكلام، بياخدوا الاكسجين في حوار تاني كده او في تفاعل تاني عشان ما يتفاعلش مع حاجه غيره، او مفيش حاجه تانيه مفيش حاجه غيره تستفيد منه خلاص كده. فالهيدرازين بيتفاعل مع الاكسجين ويديني نيتروجين يا جماعه وميه. هو بيقول لك بس ايه الهيدرازين ده عندنا تحفظ عليه، ان الهيدرازين ده هاز فولوينج ديس ادفانتجز، بيقول لي هيلث هازاردز، هاي كوست، سلو رياكشن ريت. طبعا خطر وضار جدا بالصحه خلاص كده، الى جانب ان غالي قوي، بالاضافه ان التفاعل ده بطيء، يعني انت بتخلص من الاكسجين اه بس يعني بتخلص منه على بطء، فممكن تلاقي يعني في تبقى الميه يعني انتريتد لفتره طويله لحد ما تخلص على كل الاكسجين ده. هو طبعا ده بيقول لك يعني الهيدرازين ده تبع القايمه اللي هي 2029 اللي هي المواد اللي هي بتبقى كروسيف وفليمم وبويزننج، فيفضل ان انت حاول تلاقي لها ايه بديل، بنحاول نلاقي بديل لايه يا جماعه؟ الهيدرازين. زي ما قلت لك ان هو ضمن القايمه دي خلاص، والقايمه دي المواد اللي موجوده فيها ما ينفعش انت تستخدمها، لان زي ما قلت لك الحاجات دي كده بتبقى هيلث هازارد، تبقى ضاره جدا بالصحه يعني، الى جانب زي ما قلت لك الهيدرازين تكلفته عاليه خلاص، وبيت اوف رياكشن بتاعه ايه يا جماعه؟ بطيء. ده كده كان الايه؟ ازاي نعالج الملوثات الموجوده في الميه اللي هي الانسوليبل سولتس والسوليبل سولتس خلاص، وطبعا الانسوليبل سولت اللي هي فيها حاجتين السسبندد سوليدز والايه؟ والكولويدال سوليدز، والسوليبل سولت والديسولفد جاز خلاص. طيب هننتقل بعد كده لاخر حاجه معانا اللي هي مين يا جماعه؟ البويلرز. طيب البويلرز يا جماعه بيقول لي كده كتعريف ليها برضه، ونترجم ايه هي؟ بيقول لي اذا كلوزد فيزل، اذا كلوزد فيزل ان ويتش فلويد از هيتد، خلاص مكان الفيول فيه بيسخن. بس احنا يعني قلنا البويلر عندنا ككيميكال انجينيرز او في الصناعه يعني استخدامها ان هي بتحول ايه يا جماعه؟ الليكويد ووتر خلاص، او الووتر من الحاله السائله للحاله البخاريه خلاص، يبقى بتحول المايه لايه يا جماعه؟ لبخار. هو بيقول لي ايه؟ ذا هيتد اور فيبرايزد فلويد اكزيست ذا بويلر فور يوز ان فيريس بروسيسز اور هيتنج ابلكيشنز انكلودنج ووتر هيتنج. يعني بيقول لي طبعا الهيتد او الفيبرايزد فلويد اللي خارج من الووتر دي يا جماعه، اللي هو البخار اللي طالع من او الحاجه السخنه طالعه من البويلر دي، بس زي ما قلت لك هو استخدام البويلر عندنا في الصناعه يا جماعه ان هي تحصل منها على ستيم او ووتر فيبر خلاص كده. ده بيستخدم في عمليات كتير قوي في الصناعه، منها الهيتنج ابلكيشنز خلاص، او السنترال هيتنج، او البويلر بيزد باور جنريشن. ايه الكلام ده؟ اذا قلت لك البخار اللي خارج ده، لو انت عندك عمليات تسخين خلاص، يعني هنا طبعا الميه كانت داخله، نقول مثلا الميه داخله ليكويد، طلعت من هنا ايه يا جماعه؟ فيبر. طب وايه ده؟ ده العادل. ايه العادل ده؟ ما انا هشرح لك كمان شويه. المهم خليك عارف ان الميه بتخش هنا ليكويد يا جماعه خلاص، او تخش من هنا ليكويد تطلع من هنا ايه؟ فيبر. وده كده العادل بتاع الحرق خلاص، يعني خليك بس عارف الجمله دي. المهم بقى الفيبر اللي خارج من هنا ده يا جماعه خلاص، البخار طالع من هنا والستيم طالع من هنا اللي هو درجه حرارته عاليه جدا، ده شباب بقى بيستخدموه في الهيتنج ابلكيشنز في التسخين. اي حاجه في المصنع عايزه تسخن بقى، عندك اندوثيرميك رياكشن، تفاعل مصل الحراره، مش عارف ايه، محتاج حراره بتدخل على ايه؟ حاجة عايز تسخنها ولا أي حاجة، المهم تستخدم فيه الستيم ده. بص بيقول لي إيه بقى؟ بويلر بيزد باور جنريشن، بيستخدم في حاجة اسمها البويلر بيزد باور جنريشن. إيه البويلر بيزد باور جنريشن ده يا جماعة؟ خلي بالك إحنا عندنا حاجة كده في مادة اسمها ثيرمودايناميكس خلاص، ممكن تكونوا بتاخدوها في فيزيكس 2،
حاجة أو مش بالظبط يعني إيه يعني الفيزيكس تو بتاخدوها بتاخده يعني اسمه عن حاجة كده اسمها ستيم تيبلز أو حاجة. فاحنا هنا عندنا يا جماعة بص كده عندنا حاجة اسمها ستيم باور بلانتس، المصانع المدارة بالبخار، مصنع بدوره بالبخار. اه يعني شوية البخار بيبقى عندي بخار كده يا جماعة بدور بيه المصنع بتاعي، باخد منه الكهرباء اللي أنا عايزها بقى والميكانيكال وورك اللي أنا عايزه خلاص. فهنا دي يعني بدون نخوض في تفاصيل أكتر إن هو بويلر بيزد باور جنريشن دي يا جماعة، إن ال الستيم باور بلانت دي بتتم من خلال سايكلز كده خلاص، اللي هو بنسميها الستيم باور بلانت المصنع المدار بالبخار. البخار ده بيخش في سايكل كده يا جماعة، الهيت كونتنت اللي جواه الحرارة الكبيرة أوي اللي جواه دي يا جماعة بتقدر تحصل منها على باور اللي هي كهرباء، يعني باور جنريشن دي يا جماعة اللي هي كهرباء، يعني بتقدر البخار ده تحوله تسحب تجيب منه يا جماعة كهرباء وميكانيكال وورك. فبيكون الستيم ده اللي خارج ده بيخش يعني بيخش بقى على حاجه اسمها تربين، وبعد التربين مش عارف بيخش على كوندنسر، ومن الكوندنسر يخش على بامب ويرجع البويلر تاني وهكذا يعني خلاص. فالقصد هنا ان البخار اللي طالع ده بيخش على حاجه اسمها تربين، التربين تحول الهيت كونتنت اللي جوه الستيم ده تحوله لورك ميكانيكال وورك او الكتريستي او وات ايفر بقى شو انت عايز ايه خلاص كده. فدي اللي هي ايه يا جماعه البويلر بيزد باور جنريشن، الستيم ده ممكن تستفيد منه دخله على الباور جنريشن سايكلز تجيب منه ايه يا اما الكتريستي يا اما ميكانيكال وورك. طيب ده شكل البويلر كده يا جماعه. فاكر لما قلت لك هنا بيبقى خارج العادم، ها الميه بتخش هنا خلاص. فاكر لما قلت لك الميه دي بتتحرق؟ اه ما انت بتسخنها ازاي، بتجيب فيول وتحرقه خلاص كده اهو، اير اند فيول انلت، وبتعمل كومباشن بتحرقه. بص يا جماعه نتيجه الحرق ده طبعا الدنيا بتبقى مولعه جوه بقى، انت بتحرق حاجه في درجه حراره عاليه، فالميه تخش هنا دي كده اللي هي في الووتر تيوبس، الميه تخش هنا كده يا جماعه خلاص. لما تعدي هنا الميه مش هي عماله تسخن، مش التيوبس دي كده تحت النار دي، فالميه اللي بتعدي هنا بتدخل من هنا ليكويد تفضل تسخن 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 لحد ما تبقى ايه يا جماعه فيبر او ستيم، يخرج الستيم من هنا خلاص كده. وطبعا بص خلي بالك بقى ده العادم بيتحرق هنا اهو، الفلو جازز اللي هو العادم اللي خارج ده بيطلع من هنا. خلي بالك ما فيش اختلاط بين الايه العادم وال يعني العادم ما بيختلطش، او الغبار اللي خارج اللي هي بنسميها الاكزوست جازز، الغازات اللي طالعه من العادم دي يا جماعه ما بتختلطش مع المايه اللي ماشيه هنا، كل واحد في الايه في سكته يعني ما بيختلطوش مع بعض. بص المايه ماشيه في سكتها مش هتختلط بده، وده لما يتحرق الفلو جازز او الاكزوست جازز بتطلع من هنا كده. ده كده اللي هي البويلر يا جماعه، المايه بتخش تسخن تتحول ليه يا جماعه؟ لستيم. تاخد الستيم ده وتعمل بيه ايه؟ اللي انت عايزه بقى. يعني لو بصينا لها كده اهو يبقى هنا في نار كده وفي تيوبس زي ما حضرتك شايف، التيوبس دي كده خلاص، والتيوبس دي ماشي فيها ميه خلاص، هتخش مثلا الميه من هنا والنار اهي، الميه داخله من هنا ليكويد هتطلع من الناحيه الثانيه من هنا ايه يا جماعه؟ فيبر. وده شكل ثاني كده من ايه؟ من بويلر موجوده في مصنع. بص المكان ده اللي بتخش فيه النار اللي هو ده كده، ده المكان اللي بتخش فيه النار، ودي الانابيب اللي بتمشي فيها يا شباب الميه، الميه هتخش من الناحيه دي ليكويد هتطلع من الناحيه الثانيه اللي هناك دي ايه يا جماعه؟ فيبر او ستيم خلاص. طيب ايوه اتكلمنا عن البويلرز ليه بقى وايه اللي جابها مع الميه هنا؟ قال لك اصل الميه اللي انت بتستخدمها في البويلر دي لازم تعالجها، ما ده اللي انا خلينا اجيب لك في البويلرز خلاص كده، ان الميه يا جماعه اللي انت بتستخدمها في البويلر دي لازم تكون تريتد ووتر، لازم تكون ميه ما فيهاش لا سسبندد سوليدز ولا كولويدال سوليدز ولا سسبندد ولا سوليبل سوليدز ولا ايه ولا ديسولف جاز، لازم ما يبقاش فيها الحاجات دي، لازم المايه اللي داخله هنا دي يا جماعه تبقى نظيفه. قال لا يا راجل المايه اللي داخله من هنا اللي انا يعني مش مجرد بس ان انا بخارها دي لازم تبقى نظيفه. اه خلاص. طب انت فاكر كان في حته عدت علينا كده قلت لك ان المايه لما بتسخن لو هي ايه فيها هاردنس لما بتسخن هتحتاج فيول اكتر، فاكر؟ عشان فيها املاح الكالسيوم والمغنيسيوم، فعشان كده لازم نشيل املاح الايه الكالسيوم والمغنيسيوم، لازم تبقى المايه سوفت بدل هارد عشان ما تكلفنيش حرق كتير، ما تكلفنيش فيول كتير، وتكلفني طاقه كتير، وبالتالي انت هتضطر ساعتها بقى تجيب مواسير تتحمل حراره اكتر خلاص، عشان الميه ايه ما الميه بدل ما تتبخر عند 100 هتتبخر عند 110 خلاص. يبقى هنا لازم تجيب مواسير تستحمل الحرارات العاليه. فده الحته بتاعت اللي احنا لازم نشيل ايه يا جماعه السوليبل سولت، او نخلي الميه ايه يا جماعه سوفت بدل هارد. طب ايه الاضرار بقى؟ لا كلمني واحنا احنا كده وفهمني ايه اللي ممكن تعمله الميه لو دخلت انتريتد على البويلرز. تعال نشوف بقى واحده واحده كده. اولا دي كده البويلرز تاني اهي، رسومات اوضح تاني شويه خلاص. بيقول لي افكت اوف يوزنج انتريتد ووتر ان بويلرز، بص كده ايه الضرر اللي هيحصل لو انا استخدمت انتريتد ووتر في البويلرز؟ قال لك هيحصل بص يا جماعه فورميشن اوف سكيل اند اور سلادج، يعني ايه هيكون سكيل وسلادج او سكيل او سلادج
خلاص كده، يبقى فورميشن اوف سكيل اند سلادج ممكن يتكون الاثنين سكيل وسلادج، ممكن يتكون سكيل او سلادج، وهيحصل ايه يا جماعه؟ كوروجن. ازاي الكلام ده هيتم بقى؟ تعال نشوف. هو اولا يعني ايه سكيلز؟ يعني بص كده انت بتقول لي فورميشن اوف سكيل اوف سلادج، على اساس ان انا فاهم يعني ايه سكيل سكيل وسلادج دي. تعال اوضح لك بقى. السكيلز بيقول لي ايه يا جماعه؟ بيقول لي ار ان سوليبل سولتس ان هوت ووتر which precipitated after boiling forming dry layer with strong adhesive on hot surface اللي هي الايه الهيت سورس. ايوه يعني ايه الكلام ده؟ وضح لي واحده واحده بقى. قال لك هنا السكيلز دي بتتكون من نتيجه ان الانسوليبل سولت اللي هي غير دايبه في الميه دي يا جماعه، خلاص بص كده زي هنا في الحاله دي كده، دي كده سكيلز. بص الاملاح عملت ايه يا جماعه؟ قال لك الاملاح كده عملت طبقه، يعني الاملاح كده عملت طبقه صلبه كده خلاص جوه التيوب. يعني دي خلي بالك المفروض الملح ده لو مش موجود كان يبقى قطر التيوب اوسع من كده. يعني انت هنا بص دي الفتحه اللي هتخش فيها الميه بس الحته دي، لكن ليه؟ لان بسبب وجود الاملاح، بسبب وجود السكيلز دي. خلاص كده لو ما كانش فيه السكيلز دي كان زمان ده كده القطر كله بتخش فيه ايه الميه، خلاص كان زمان دي كده كلها الفتحه اللي بتخش فيها الميه ايه تتحول لايه لفيبر. ايوه يعني مين احسن؟ هقول لك اهو دلوقتي. يبقى هنا السكيلز دي يا جماعه بيقول لي انسوليبل سولتس ان هوت ووتر which precipitated after boiling forming drying layer. يعني هنا بص الاملاح يا جماعه عملت طبقه صلبه كده ناشفه، خلاص طبقه دراي ناشفه خلاص كده. يعني دي كده طبقه صلبه ناشفه من الاملاح الانسوليبل. الطبقه الناشفه الاملاح الانسوليبل دي اللي هي السكيل. يبقى السكيل دي يا جماعه اللي هي طبقه ناشفه من الاملاح الايه الانسوليبل. خلاص كده يبقى السكيل دي لو عايز تعرفها انسوليبل سولتس ان هوت ووتر which precipitated after boiling forming dry layer. يبقى هي الانسوليبل سولتس اللي اترسبت اهي which is precipitated. precipitated دي يا جماعه يعني اترسبت after boiling، خلاص بعد الغليان، نتيجه الغليان دي كده اترسبت خلاص forming dry layer بقت ناشفه حجر كده خلاص with strong adhesive on hot surface. اهو with strong adhesive يعني ماسكه جامد هنا، يعني طبقه صلبه خلاص زي ما حضرتك شايف كده وناشفه ولازقه جامد في الايه في الماسوره كده. طيب السلادج بقى، بص السلادج دي ريفيرز تو ذا كوانتيتي اوف انسوليبل سولت. الانسوليبل سولت بقى يا جماعه خلي بالك هنا اترسبت بس عملت ويت لاير، خلاص يعني ويت لاير يعني بص زي كده طينه كده، يعني مش هتلاقي دي كده ملح ناشف كده وماسك في الماسوره، لا هتلاقيها عملت زي طينه كده. بص هو ماسك ايه ايده ايه متطينه اهي، في طينه كده ايه في الماسوره. يبقى السلادج ريفيرز تو ذا كوانتيتي اوف انسوليبل سولتس ان هوت ووتر which precipitated. يعني الاثنين بص يا جماعه الاثنين السكيلز عشان تفرق بينهم السكيلز والسلادج، السكيلز انسوليبل سولت ان هوت ووتر بريسبتيتد، ودي برضو انسوليبل سولت ان هوت ووتر بريسبتيتد، بس دي كده كونت دراي لاير وماسكه كويس في الماسوره، لكن دي هتكون ايه يا جماعه؟ ويت لاير. خلاص يبقى ده الفرق بين دي ودي، دي اكنها طينه كده السلادج، دي اكنها طينه كده، وده اكنها ايه يا جماعه؟ دي ملح ناشف ماسك في الايه؟ في البايب. طيب ده الفرق بين الايه؟ سكيلز والسلادج. طيب المشاكل بقى اللي ممكن تحصل، يعني ايه المشاكل؟ problems of scale formation in boilers. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل يا جماعه؟ قال لك خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا يا جماعه. بص انت هنا حضرتك القطر بتاعك قل خلاص، فالميه بقت داخله في الحته دي. خد بالك بقى من حاجه هنا، دي يا جماعه يعتبر عائق لانتقال الحراره. تعال اوضحها لك احسن كده قبل ما نشوف المشاكل. بس كده يا جماعه حابب اوضح لك حاجه، البويلر بتشتغل ازاي. بص كده معايا الفيديو ده، دي كده النار اهي خلاص اللي هي نتيجه عمليه كومباشن، وادي الميه لو لاحظت في اسهم ماشيه هنا كده، دي اللي هي الميه. بص بتطلع من الناحيه الثانيه يا جماعه فيبر، خلاص بتطلع من هنا فيبر. ولو لاحظت حاجه النار هنا خلاص، لو رجعنا الفيديو تاني ده كده النار، خلي بالك من حاجه. بص كده اللون هنا احمر، هنا درجه الحمران قلت، هنا بقى برتقالي، هنا بقى اصفر. عارف دي انديكيشن ليه يا جماعه؟ ان الغازات اللي طالعه هنا دي كانت طالعه سخنه مولعه لحد ما قابلت مواسير الميه، مش هي بتسخنها؟ بتسخن الميه يعني هي ذات نفسها بيحصل لها يا جماعه بتبرد، هي تفضل تبرد 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 لحد ما تطلع ايه من هنا خلاص. والميه اللي هي ماشيه جوه دي بالاسهم بيحصل لها ايه يا شباب؟ بتسخن لحد ما تتحول لايه؟ لفيبر. ده كده الايه؟ ازاي البويلر بتشتغل. خلاص؟ طيب نكمل كلامنا بقى. انت قلت لي ان ايه السكيلز او الاستاد دي بتعمل مشاكل لا حصر ليها، وقلت لي هتفهمني احسن. تعالى بقى نشوف ايه، نرسم بايدينا كده ونشوف ايه اللي هيحصل نتيجه تكون السكيلز والسلادج. دلوقتي حضرتك لاحظت ان هنا دي كده كانت التيوب او الماسوره اللي كانت بتخش فيها الميه الليكويد عشان تطلع من الناحيه الثانيه من هنا ايه يا جماعه؟ فيبر، صح كده؟ ووتر فيبر. حلو. وهنا كان بيجي عليها الاكزوست جازز
خلاص الاكزوست جاهز، خلاص ان هي خارجه من عمليه الاحتراق عشان تسخنها. بص بقى، كان العازل بين الميه والاكزوست جاهز اللي هي الحته دي بس اهي، اللي هي دي كده مش راجع فيك اهي، كان دي كده خلاص اللي هي التيوب دي بس، كان ده العازل، كان ده الحاجز بس كده صح، يعني كان دي الريزيستنس اللي بتقابلها الهوت جازز، المقاومه اللي بتقابلها الهوت جازز عشان توصل للميه. لكن بص بقى حضرتك لما تكون سكيلز، مش انت قلت لي تكون سكيلز اهي، طبقه الملح دي كده اتكونت، طبقه الملح دي اتكونت جوه اهي، يعني بص كده حضرتك طبقه الملح دي بقت متكونه اهي، يبقى اصبح في حاجه، اصبح بقى في عازل تاني بين الميه والاكزوست جازز صح كده، يبقى اصبح في عازل بين الاكزوست. يعني في الاول يا جماعه ما كانش في عازل، في الاول حضرتك كده كانت دي التيوب اهي والاكزوست جازز بتيجي هنا على طول صح، وادي الووتر، هنا ما كانش في حاجز غير ده اللي هي التيوب بس، خلاص ما كانش في غير التيوب بس، ده كده اهو، ده كده بس اللي كان موجود خلاص كده. فبالتالي الميه مثلا كانت بتحتاج مثلا عشان توصل ل 100 سيلسيوس اللي تتبخر مثلا، عشان توصل ل 100 سيلسيوس فبنقول ايه يا جماعه، كانت بتحتاج مثلا يعني 100 جول هيت خلاص كده. لكن هنا الميه عايزه توصل ل 100 سيلسيوس، خد بالك بقى لو اديتها 100 جول هيت بس، لو اديتها 100 جول هيت بس هتلاقي الميه ما وصلتش ل 100 سيلسيوس يا جماعه، هتلاقي الميه عند 90، يبقى ما اتبخرتش لسه. طب ليه هنا 90؟ لان هنا الاملاح، الاملاح اللي متكونه هنا دي يا جماعه، السكيلز دي او الاسلادج اللي متكونه هنا دي بيسحب حراره هو كمان، يعني الميه ما راحوش، يعني الميه هنا كان بيخش، ال 100 جول كان بيخش على الميه على طول، لكن ال 100 جول اللي هنا هيخشوا على الاملاح دي، شويه منهم هتاخدهم من الاملاح، يبقى اللي وصل هنا اللي الميه سافرت بيه مش 100، اقل من 100 بدرجه الحراره، بقت ايه يا جماعه؟ اقل من 100 هي كمان، بقت 90. فانت بالتالي عشان الميه تبقى درجه حرارتها 100 لازم حضرتك تدي هنا مثلا 110، يبقى انت هنا حصل ايه يا جماعه؟ انت زودت الهيت، يعني زودت الهيت خلاص، ان الميه المفروض تاخدها عشان تطلع فيبر، يعني عشان تبقى عند نفس درجه الحراره بتاعتها صح كده؟ زودت الهيت. طبعا خلي بالك كل ما السكيلز دي تتكون اكتر، اللي هو الثيكنس بتاعها بيزيد، كل ما انت هتزود دي تفضل 110 في 120 في 130، ما دي عماله تتكون بقى خلاص، فانت عمال تكلف نفسك اولا، يبقى انت كده عمال بتخسر خلاص فيول، ما انت بتجيب بقى فيول تحرقه خلاص، عمال تجيب فيول كتير عشان تحرق كتير عشان تاخد حراره ايه يا جماعه؟ كتير، يبقى انت كده بتخسر ايه؟ فلوس. الى جانب حاجه ثانيه، انت عمال تسخن الانبوبه دي، عمال تسخن الانبوبه دي، هل الانبوبه هتستحمل كل التسخين ده؟ هل الانبوبه هتقدر تستحمل كل التسخين ده؟ لا. كمان حاجه ثانيه يا جماعه، بص كده عندنا حاجه بيقول لك ايه؟ ان هنا لو لاحظت الميه كانت داخله في كل الكروس سكشن اريا دي كبير، كنت مدخل كميه ميه كتير، لكن انا بص الميه داخله في الكروس سكشن اريا ايه يا جماعه؟ صغيره، يبقى كميه الميه اللي داخله ايه يا جماعه؟ قلت. يبقى هنا خلي بالك، بص يا جماعه تكون السكيلز، وجود السكيلز خلاص، وجود السكيلز او السلاتج خلى بص كفاءه عمليه الهيت ترانسفير قليله خلاص، عمليه انتقال الحراره الهيت ترانسفير خلى كفاءتها يا جماعه قليله، يعني 100 جول ما بقوش ينفعوا خلاص، ما بقوش ينفعوا خلاص، في مش، يبقى انت محتاج ايه؟ هنا 100 جول كانوا بيخلوا هنا درجه الحراره 100 سيلسيوس، لكن لما كون سكيلز ال 100 جول خلوا درجه الحراره قلنا كام يا جماعه؟ 90 سيلسيوس، يبقى كده كفاءه الهيت ترانسفير قلت، كفاءه انتقال الحراره مالها يا جماعه؟ قلت. الى جانب حاجه، انت هتفضل بقى تزود لي الحراره على البايب دي، دي ممكن تفرقع منك، الانبوبه دي ممكن تفرقع منك، يعني بص كده لو حضرتك بصيت هنا، ده الكلام اللي احنا بنقول اهو، انت عمال تزود تسخين، عمال تزود تسخين على الانبوبه، الانبوبه هتفرقع منك اهو، بتوصل كمان بالشكل ده خلاص. يبقى هنا بيرنينج اوت اور اوفر هيتنج ذا تيوبس انسايد ذا بويلر، انت بتعمل بتحرق التيوب بتاعتك، ممكن تتصهر منك او ممكن تفرقع زي ما حضرتك شايف كده خلاص، نتيجة الايه؟ الاوفر هيتنج اللي بيحصل عليها. كمان بص قال لك ايه؟ ريديوس بويلر افيشنسي، قلل كفاءة البويلر. انت هنا لو فضلت تديها هنا كنت بديها 100 جول، البويلر كانت زي الفل، البويلر كانت بتطلع لك ميه درجة حرارتها 100. لكن هنا في حالة السكيلز دي انت بتدي البويلر 100 جول بيطلع لك ميه درجة حرارتها 90. يبقى كده كفاءتها ايه يا جماعة؟ قال لك، يبقى يقول لك ريديوس البويلر افيشنسي، قلل كفاءة البويلر.
ليه بقى او ايه اللي حصل يعني قلل كفاءة البويلر ليه؟ قال لك بص باي decreasing the heat transfer، خلاص يبقى قلل ال heat transfer rate due to formation of scale. اه ما دي الحتة اللي احنا قلنا عليها بقى، انت هنا ال 100 جول كانوا كلهم بيوصلوا للمية اللي جوه، لكن ال 100 جول اللي هنا يا جماعة ما وصلوش للمية، ما وصلوش 100 زي ما هم، دول وصلوا كام مثلا يا جماعة؟ وصلوا 90 جول. يبقى معنى كده بص قال لك ايه، decreasing the heat transfer rate، معدل انتقال الحرارة قل، كمية الحرارة بتوصل للمية قلت لأن السكيلز ايه طمعت في شوية في خارجهم. يبقى decreasing the heat transfer rate due to formation of scale which has low thermal conductivity، اللي هو التوصيلة الحرارية بتاعته مش كويسة، خلاص هو مش عايز يوصل حرارة، خلاص فايه بيسحب حرارة كتير، يعني هو يعني مش بياخد الحرارة بيسلمها، لا يعني low thermal conductivity يا جماعة يعني موصل غير جيد للحرارة، عارف يعني ايه؟ يعني لما بياخد الحرارة مش بيوصلها، لا مش مؤتمن، بايه؟ يخزنها جواه ويوصل لك ايه حبة صغيرين. طيب reducing the tube diameter and consequently reduce the surface area available for heat transfer. بص كده reducing the tube diameter، التيوب diameter يا جماعة هنا كان كل ده، كان كل ده كده صح؟ قل الدايمتر حصل له ايه يا جماعة؟ قل يعني ده كده كان الدايمتر بتاعي، ده كده كان الدي بتاعي اهو، ده كده الدايمتر بتاعنا، الدي هنا اصبح عبارة عن ده بس، يبقى الدي حصل له ايه يا جماعة؟ قل يبقى reducing the tube diameter and consequently reduce the heat transfer أو reduce the surface area available for ايه؟ for heat transfer. يبقى ال area اللي متاحة للتسخين يا جماعة خلاص قلت. أصل في حاجة خلي بالك بقى، بص كده معايا، أنت عندك قانون كده بيقول لك إن ال Q بتساوي U في ايه؟ في دلتا T. اللي عايزك تعرفه في القانون ده بس كده يا جماعة إن ال Q دي اللي هي ال heat وال A دي اللي هي ال area. في مشكلة كده؟ فكل ما ال area خلاص ال area هنا قلت لأن ال radius قل، فال area حصل لها ايه يا جماعة؟ قلت. يبقى معنى كده ان الكيو اللي هي بتوصل للميه جوه بقى خلاص، الكيو اللي بتوصل للميه جوه حصل لها ايه يا كمان يا جماعه؟ قلت. خلاص يبقى هنا الهيت، الهيت اللي بتوصل للميه جوه قلت، يعني هنا كان 100 بيوصلوا 100، هنا 100 وصلوا 90. ليه بقى؟ ليه حصل الكلام ده؟ ليه كفاءه الهيت ترانسفير قلت اللي هو السبب رقم 2؟ ليه البويلر افشنسي قلت؟ قال لك والله لان حصل كفاءة عملية الهيت ترانسفير قلت نتيجة إن السكيلز الكوانت دي ليها لو ثيرمال كونتاكتيف، مش موصل جيد الحرارة، بتطمع في شوية حرارة بتاخدها. في مشكلة كده؟ إلى جانب حاجة تانية إن الأريا بتاعت الهيت ترانسفير، الأريا اللي بيتم عليها انتقال الحرارة من المية والإكزوست جازس قلت. قلت نتيجة تكون إيه يا جماعة؟ السكيلز، فالسكيلز دي قللت ديامتر. الأريا قلت صح كده؟ الأريا اللي بيتم عليها الهيت ترانسفير قلت، يبقى معنى كده إن الكيو اللي هتاخدها المية هي كمان حصل لها إيه يا جماعة؟ قلت. خلاص؟ يبقى دول كده يا جماعه زي ما شفنا اول مشكلتين خلاص، او المشكله رقم واحد والمشكله رقم اتنين اللي بيعملوا تكون ايه يا جماعه؟ السكيل، خلاص اللي بيسببها السكيل فورميشن. طيب رقم ثلاثة عندنا او تالت المشاكل اللي ممكن يعملها السكيل فورميشن، كيميكال كروجن. ايه الكيميكال كروجن دي؟ والله لو الميه فيها املاح زي ده، مغنيزيوم صلفيت ومغنيزيوم كلورايد، فاكر كده دي اللي هي كانت ايه يا جماعه؟ كان بيسببه هاردنس، هي السوليبل سولتس، خلاص كده اللي من هتسبب الارتفاع في البويلنج بوينت بتاعت الميه، درجه غليانها وبالتالي هتستهلك وقود اكتر، وكمان مش كده بس، ده هتعمل لي رواسب وكروجن. تخيل المصايب ازاي يعني؟ اقول لك انا. طيب انت خلاص حته ان هم ايه هيرفعوا البويلنج بوينت ويكلفوا وقود اكتر والكلام ده كله عديناه. بص بقى المغنيزيوم صلفيت او المغنيزيوم كلورايد ده في وجود الميه مع الميه اللي موجوده بيكون ام جي او اتش باي 2، دي اللي هي الطبقه الراسبه، يعني دي كده يا جماعه دي اللي هي الطبقه اللي ايه بترسم هنا كده، دي طبقة اترسمت مش كده بس، ده مش هيسكت كمان، ده بص هيطلع لك ايه يا جماعه؟ اسيد، هيطلع لك H2SO4 و HCl. وحضرتك عارف ان الاسيد ده يا جماعه هو اكتر ذا موست كوروسيف ميديوم، اكتر حاجه هتعمل ايه يا جماعه؟ كروجن، صح كده؟ طيب الى جانب طبعا الديسولفد اوكسجين، لو ما شلتوش الديسولفد اوكسجين خلي بالك هو بيخش كده في تفاعل كاثودي، خلاص تفاعل الكاثود ده فاكرينه يا جماعه؟ فاكرين ده؟ لو كان بيتم من بي اتش من 4 ل 10، خلاص اللي هو بيبقى فيه تفاعل انود تاني مع اللي هو تفاعل كروجن، صح كده؟ فوجود الديسولفد اوكسجين هيشجع التفاعل ده، يعني وجود الديسولفد اوكسجين هيشجع التفاعل ده، يعني معنى كده هيشجع تفاعل ايه يا جماعه؟ الكروجن. يبقى الكيميكال كروجن ممكن يحصل نتيجه السكيل فورميشن، ان هو نتيجه من الحاجات دي كده، من اللي هي السوليبل سولت اللي هي المغنيزيوم صلفيت والمغنيزيوم كلورايد، اللي هم تفاعلهم مع الميه بيديني مغنيزيوم هيدروكسيد، دي الطبقه الراسبه، يعني الى جانب ان هو هيرسب لي سكيل اللي هي الحاجه اللي
الاملاح اللي هتترسب دي كده هيطلع لي H2SO4 و HCl، هيطلع لي مينرال اسيد. خلاص الاسيد ده موست كروسيف ميديم، يبقى هيبقى بيت اوف كروجن يا جماعه. هتلاقي المواسير متاكله، هيعمل لك ايه؟ صدف المواسير. وبالتالي خلي بالك، صدف المواسير يعني الميه اللي خارجه. عرفت بقى ليه الميه بتطلع من الصناعه فيها بلاوي سودا؟ خلاص الميه اللي خارجه من البويلر دي بقى خلاص، او لو ما سخنتش كويس مثلا وهتسخنها هتطلع فيبر، وفي لسه شويه ميه موجودين هيبقى فيهم مليانين صدى خلاص، والمواسير هتصدي وهتتاكل. ده كده ممكن خلي بالك يعمل اكسبلوجن، ان المواسير الثيكنس بتاعها اقل، ما بقتش مستحمله ضغط الميه اللي جوه ولا التسخين، فهتفرقع خلاص. يعني ممكن كده، ممكن المواسير تفرقع بالشكل اللي انت شايفه ده كده خلاص، نتيجه الاوفر هيتنج عليها ونتيجه الكورونا اللي بيحصل فيها. تخيل بيحصل اوفر هيتنج، بتسخنها اكتر وبتتاكل كمان، فدي كارثه. ودي كان حصل مره في مطابع محرم بيه، في غلايه انفجرت خلاص نتيجه اللي بيحصل فيها. هو طبعا كان سبب ان الغلايه تنفجر ان السنسور بتاع ارتفاع الميه جوه باظ خلاص، فالميه طبعا قعدت تخش بضغط عالي فما اداش انذار ففرقعت. بس انا بقول لك ممكن حاجه تحصل بالمنظر ده، نتيجه ان بيحصل تآكل مع تسخين عالي، ممكن يحصل ايه؟ انفجار في البويلر. انفجار في البويلر ده يا جماعه مصيبه. البويلر دي تعتبر قنبله موقوته، تبقى درجه حراره 180 سليزيا شغاله وضغط مش عارف كام جو، لا فكارثه خلاص. الى جانب برضو الحاجه زي ما قلنا اللي بتساعد على الكروجن، وجود الديسولفد اوكسجين. وجود الديسولفد اوكسجين بيشجع الكاثوديك رياكشن ده، يبقى بالتالي الانوديك رياكشن بتشجع وزي الفل، فالريت اوف كروجن هيفضل ايه يا جماعه؟ كتير خلاص. ده كده كان الجزء اللي هو بتاع ايه يا شباب؟ بتاع الووتر.